فعلا بعمل شير البوست على الجروب، اللينك على الجروب، وجروب زبالة أساسا ومحدش هيوصل. يا اسطى احنا جالنا سالب واحد. انت بدأت اللايف يعني؟ انا بدأت. السلام. انا ليه ما جابليش ان انت ابتديت حاجة؟ استنى اقول لك. Hello everybody and welcome, this is محمد بي سي live stream and we are going to hunt the new easter egg. ودعوا لنا بقى والله اكبر. كله بالحب، كله بالحب. انت ليه ما كتبتش اسمي في الديسكريبشن اللي انت كاتبها؟ ما تعرفش يعني عرفهم ان معايا. اكتب ذا توب ايستر ايج هانتر ان ايجيبت هي في الدوكس. I will deliver my paper. ها I will deliver my paper. والله اني عسل. البي ار ام بالليفل ماكس ده شكله جحش. كنت ويك درو بقى وبتاع. هي الكواليتي كام؟ 360. لا بتهيألي 480. 360. انت عشان الموبايل مش عارف تتفرج على الستريم. استنى كده اما اشوف الستريم. انت عشان الموبايل مش شايفها حلو. يمكن لو فتحت لابتوب الشاشة هتبقى كبيرة وهتلاقي حاجات معفنة كده تطلع منك. مش تبقى الصورة حلوة يعني. طب بقول لك ايه، ده الصوت كده هيقعد يتعاد حوالي 4 مرات ولا حاجه. طب كله اقفل الستريم يلا عشان ما يجيبناش لاج بقى. هبدا. ها استنى بس اتفرج انا على الستريم واشوف الدنيا كده اخبارها ايه. استنى ايه ده، في اتنين. لا مش لعبه دي يا حبيبي. ها مش لعبه. تمام. انا وحد تاني. لا اتفرج. ما انا تقريبا انا او غالبا انا وبيك تيل او حاجه. انا وبيك ترين. انا قفلت ال بتاع عندي خلاص. ميزة بقى لما بتعمل ده، في واحد غريب بقى بيتفرج علينا. ده منورنا. ميزة لما بتعمل اللايف ده على من على التليفون وكده على الفيسبوك على طول. الناس بقى مش ما بتضطرش انها تفتح يوتيوب وكده. فاهمني؟ فاهم قصدي؟ وايه سر الاكس اكس اللي في الاول اللي انتوا بتحطوها دي؟ ايه؟ نزوم الشحنة دي اللوشانة كلها. انت بتشوف البني ادم حاطط الاكس اكس من دول خلاص. ده بقى عارف ال 115 element يا الماتيريال. لا انا بتكلم عن الاكس اكس. احنا كلنا 115 صح؟ لا انت 935 او محمد ديفيجن 15. انا كنت بعمل كده زمان في الالعاب اللي هي زي ديد زون والحاجات دي. طب يلا نبدا بقى. انا عمال اقول يلا هبدا. ها ثلاثة. استنى يا ابني بعمل شيء. دي كان 44. بقول لك يا محمد انت الحد كاتب كومنت بيبان عندك ولا انت مخليه ما يبانش؟ 2 4 3. لحد كاتب كومنت بيبان عندك ولا انت مخليه ما يبانش؟ انا مخليه ما يبانش. طب ليه يعني مخليه ما تفتحها؟ ما عشان اعرف العب. ما يلعب. طب بص انت افتح الموضوع ده وانا هكون شايف على التليفون. فيعني كل شويه هركز مع التليفون كده وكده كده مشغله ومشغل لايف على التليفون. واللي هيسال انا هرد عليه. ماشي. اللي هيسال قول لي ماشي رد عليه يعني. كلنا هنرد بس اقرا بصوت عالي يعني. تمام. ده ايه ده بقى؟ اذا حد جه سال بقى بس ده ما بقول لك احنا جايين ايه. لما نبدا ريتشوال سيبونا انا موت كله عشان عايز افتح التروفي اللي هي بتاعت كيلتن زومبيز وايل تورت كوربشن. وزياد حاول تطلع هو سكيبنج سكور برضه. لو ما طلعتش عامل ايه زياد؟ حاجه غريبه. ممكن يا حبيبي تفتح الشات لو سمحت؟ افتح شات ايه؟ انت دايما بتعمل نفس الحركه بتقفل الشات. انا؟ ما انا مش فاهم حاجه مغفله. طب انا هشوف ازاي الشات مش مقفول. اولا لو حد اتكلم هيبان ان في مسج جت. يعني مش مقفول. يعني لو حد اتكلم هيبان ان في مسج جت لي هقدر اشوفها من البارتي سيتنج. قصدي من البرودكاست سيتنج. اه
لا لا يعني خليها تكون باينة عامة، يعني حتى اللي بيتفرج على اللايف عشان يشوف يعني يشوف السؤال وانت ترد عليه وكده. مش بقول لك هعرف مشغلها، اقرا. شغلها بس وانت ساكت يا ابني. لا ما انت اقرا، انت اقرا، انت اقرا. ماشي، ما انا مش شايف حاجة، انت اخش قافلها ولا اجيب اشوف منين انا اتنين كومنتات. ليمون يعني؟ ايه؟ اخش ولا اجيب اتنين يلا، ليمون؟ فانت جبت لي شاشة، شاشة زرقاء. شكرا. شاشة زرقاء انت مشغل اغنية دي؟ انت دماغ. هتشغلوش اغنية في اللايف بدل ما يقفلوا لنا القناة؟ بقول لك ايه، ثواني اقوم اشرب. طيب يا خليها تحمر، خليها تحمر على ممكن تاخد حتة كوبي رايت تحفة. انا عملت ثلاثة لايف على الفيسبوك، الثلاثة اخدوا بوست، اخدوا كوبي رايت ورا بعض ورا بعض. مش عارفك ده، انت الكواليتي عندك اصلا كانت يعني اعفن من وش البقر. قبل ما اكتب، ابدا الجيم يلا قبل ما اعمل بوست للستريم. خلاص الفيسبوك بيشوفه بقى وكده، وبي يعني بيشوف كل حاجه. بس بصراحه في الثلاثه ستريم بتوعنا يعني كنا عملنا كويس قوي، يعني احنا جروب كروبي دخلنا واحنا مش متوقعين نخلصها خالص، ولا واحد فينا خلصها قبل كده الا يوسف فيوري، دخلنا خلصناها. اه فعلا كان في حاجه تحفه، بس هي النير ديث اكسبيرينس دي كانت جامده قوي. انت بتكسبها اكتر من بركهوليك يا ابني، في ايه؟ اه فعلا جالي منها ثلاثه. انا اكتشفت ان بركهوليك بتطلع لك لما بس تعمل مثلا سبين ثلاثه. هي فعلا احلى من بركهوليك. احب اقول لك لا بصراحة من تاني أجمد جابل بام نزلت بعد ال تركوالي إن ده إكسبيرينس دي. هو احنا هيطلعونا برا الجيم ولا ايه؟ حد عنده سينكرونايزنج داتا؟ أنا ويتنج تكست. أنا عندي ويتنج تكست. حد عنده سينكرونايزنج؟ لا كلنا ويتنج تكست. تمام. أنا بقى الهوست سينكرونايزنج. لا بستهبل أكيد. الهوست عمره ما بياخد سينكرونايزنج أصلا. انا وانا داخل البوس فايت الاولاني هفضل حاطط ايدي على الزرار، اول ما الاقي اول ما احس ان هموت او متطلع. يلا 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 يلا. اه تفلت انت واحنا نضيع. ها اه ماليش دعوه بيكم، ماليش دعوه. اه يا هبل يا هبل. مشكلة ان انا اللعبة على الجهاز ارتي فايف اخضر، ارتي فايف ملون معهوش اصلا يا معفن. ده اول ما دخل انتوا هتموتوا عامة، فاجروا يلا يا زياد. انا عارف تكوني حبي على فكرة زياد نازل بالكتوفن وانا كده مش مبسوط. انا ما عملتش سبون اقسم بالله. هيخرج من الجهاز يا ابني، انا عندي لاج جامد صدق يا عم محمد. بي سي دخل، بص يعني انا واقف بتفرج عليه. زياد هيموت، زياد هيموت. خلاص خلص، خليه يموت. احموني احموني بس عشان ما اعملش سبون نايت لو سمحت. احموني الزومبي جايين يبصوك من بقى. بتعمل ايه يا معفن؟ بص انا حرفيا إيه ده إيه ده. ما تخش فايت تاني، احنا بقى اللي هناخد. اهدى ما تخش تاني، احنا اللي هناخد عشان نفكر في البوينت. اهدى 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 بس احنا عشان ناخد البوينت. احنا عندنا تلات ايام اللي جبناهم من مصر فين؟ بس سيب اخر واحد، هو زياد راح فين؟ يا زياد ايوه بس سيبوا التلاته دول. موت واحد بس. أيوة يا تيفا، واحد بس. تيفا بس اللي موت واحد. تيفا بس اللي موت واحد. موت واحد يا تيفا. واعملوا ريبيلد برضه لو تقدر. سكينة سكينة. لا تيفا ما تاخدش السبارك دي، ماشي؟ اوعى تاخدها. انا خايف اشتري الشيفا وانا مش واخد بالي، انا بعمل ريبيلد برضه. تعال تعال يلا بس عشان نبدا. استنى اضرب الجريفز، استنى اضرب الجريفز، اضرب الجريفز. شمال شمال يمين 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 شمال كز. انت ضربت اليمين ولا الشمال؟ بس انا ما ضربتش حاجه، اللي انا عندي الاثنين طلعوا نار. خلاص انت ضربتها. يلا يلا بينا. على فكره مش شايف قدامي. على فكره بصوا ارجعوا ورا، اضربوا لما يجي لكم ورا. ولا اقول لك سيبني انا بقول لك محمد، هو انت بياخد منك حته ناخد حته من الشاشه اسمه ايه ده؟ اضربوا اضربوا اضربوا. لا لا ما هو للاسف قافل الشات، يعني انا مش عارف يعني مستغفر يشغله ولا ايه والله. يا رجله هتمني انا عامل له ريفايف عشان اخد فلوس. اللي معاه 1000 بقى يفتح ده وهيتاخر. ولا اقول لكم انا هفتح ده، انا هفتح ده عشان سيبونا نفتح الاثنين الجايين. اللي معاه 1000 يجي يفتح ده. تعالى يلا تعالى. بالنسبة لزياد، يا زياد انت مصدر الطرشة؟ ايوه يلا
يا ابني والله بتكلم. هو انتوا سامعيني طيب ولا انا بكلم نفسي ولا ايه؟ سامعينك بس احنا عمالين نقول لك ابو اف ده يفتح. ما انا جيت اهو يا ابني. انت ليه رزق؟ ليه؟ تعالى حد يجي يفتح الباب ده؟ اللي معاه 1160 ولا 1160؟ لا اللي معاه 1160. انا بقول اللي معاه 1160 هو اللي يفتح. بس اللي معاه 1160 لسه معاه 1160. سبحان الله. استنى انا افتح الباب اللي جاي. استنى. تفتحه ازاي؟ اخد الميه بتاعت الدبل تاب الا لو انت بقى معفن. انت معفن اقول لك ايه. انا المسامح كريم. انا بفكر اعمل لايف على الفيسبوك واقعد كل شويه احط اللينك بتاع البتاع بتاعتك بتاع اللايف ستريم اللي انت عامله على اليوتيوب ده عشان الناس تشوفه. لا احط اللينك وخلاص. والله بفكر اعمل كده. لا اصلا محدش هيعبر اللايف. محدش هيعبر اللايف اللي على اليوتيوب. مين مستعجل يفتح يوتيوب وبتاع؟ بالظبط. لا يا معفنين انا احط لايف واقول لهم يعني اللي مش عاجبه الكواليتي هنا يخش على اليوتيوب هيلاقيها احسن بكتير. ادعوا ورا الكاميرا لما يقول لكم اقتلوا. استنى ما قلنا وانت مت بقى اهدى. ما انتوا كنتوش بتقتلوا اصلا. بقولك ايه اما نفتح درايزن دراك هروح واعمل البتاع ده وهقف في الحته بتاعت الجليد. تعالى بقى افتح الباب ده. انا؟ تقف في الحته بتاعت الجليد ليه طيب؟ ايوه يا تيل. وعشان هعمل لايف على الفيسبوك و اللي معاه 1370 اللي معاه 1300 ايوه عشان هعديها لك بس المره دي. جدعان بصوا على المثلث وانتم ماشيين. بصوا على جيت ابص لقيت نفسي منطيق. مش مشكله استنى هبص عليها هنا. ايه ده؟ سامع انا عايز 30 بوينت. مش بيروكت. فين الزومبي؟ عايز اخد 30 بوينت. اعمل ريبيل. مفيش ريبيل. اعمل ريبيل. لما اشوف الزومبي طالع من ايه؟ اهو الزومبي اهو. ادي اول كي ان تمام؟ اعمل ريبيل ده ما تموتوش. ادي اول في كي ان فورجنز. في كي ان فورجنز تمام. ادي اثنين نشتريه احنا الاربعه مع بعض. لا احنا عايزين كل واحد يشتري. لو في اربع اماكن عايزين كل واحد يشتري من مكان. تعالوا لا كلنا في نفس الوقت نشتري. تعالوا ورايا. تعالوا ورايا ماشي. يبقى كل واحد فينا ماشي حته في مكان عند كي ان. نعد واحد اثنين ثلاثه ونشتريه مع بعض. تعالى هو تاه ولا ايه؟ هو شيلد فين؟ شيلد تحت. اللي معاه 1000 ونص بقى اللي معاه 1000 ده هيجمع. يا زياد انت بعد ما تشوف الباب ده. زياد بعد ما تشوف اوعى تموت بس. اوعى تموت يا زياد. محتاجين فلوس. يلا. ارجع ورا ما تتقدمش. احنا عايزين فلوس كله فمحدش يموت يا ريت. عشان عايزين نعمل ريتشارد راوند 1. يا ريت ما تموتش الزومبي. يلا تعالوا. يلا يا زيكا. الزومبي فين اصلا؟ يلا يا زكزوج. الزجازيجو. الزجازيجو. انا هشوف الحجر هنا. الحجر هنا. الحجر هنا. الحجر هنا. يلا. هو بعيد ايه ده؟ مين اللي خلانا ننط غصب عننا؟ ده بيجي حاول على فكره. تاني؟ هل في اربع اماكن لكين في الماب؟ يعني ده سؤال. قول لي في اربع اماكن. قول لي ان هو ب 1000 ارجوك. 1000 ونص. خلاص. اللي معاه 1160 بقى يلا يا زيكا. لا ما يقتلش استنى. انا لطيفه ليه؟ لطيفه اصلا. يلا يا طفطف. طب الكلمه دي والله العظيم بطيئه. حد خد ميت السبيد كولا. بقول لك ايه طفطف انت ناقص لك. لا ما حدش خد ميت اللي استنى كيفه. روح خد ميت السبيد كولا يا عم. لا 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 ايه ده؟ يلا روح خدها يلا. لا 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 استنى خلاص يا ابني. ورا طب زياد حاول تطلع هو سيكر سبيد. حاول وانت حاول تطلع بروفيت شيرنج ونقتل ازاي ولا استنى. مش من دلوقتي لما نجمع اسلحه كده ونظبط نفسنا عشان نجيلنا اكتر كده. الايموليشن اصلا لسه اهو الحجر. بص عايز اشوفه. لا شفته يا عم. شفناه وبيبان اصلا. بيبان عادي. بيبان ايوه بس انا بحب اشوف شكله. يلا طب ليه؟ سؤال ليه تفطيفه.
شيف يا محمد ايه ده، اقسم بالله بضل من الكلمه دي. لا لا صوت خارجه، ممكن اليوتيوب يدينا سترايك ولا حاجه. ماشي. استنى زياد، زياد انا انا هنا يا حبيبي، انا هنا يا جدعان والله، اهو اهو. اعمل ايه بقى يا زياد؟ تعالى تعالى يلا عشان الكوركت نجح. ازاي وانا موت؟ الله ايه ده، انتوا الثلاثة الله ينور عليك. ما تموتش، انا اللي هموت. ايه ده، ايه ده، ما تموتش. لا موتش انت. اللي حصل ده حقيقي ولا بجد؟ كنت سكرين، كنت ريد سكرين وبعدين دخلت في الزومبي. ايه ده، حد يقوم مزيكا بقى. سيب الاخير، سيبه ده. ما موتهمش. لا سيب الاخير. انا بحمر خالص عشان اموت. انا بحمر، انا بحمر. ما تشغلش الجرافيتي الا لما يكون معانا 1250. 1250 خدت بالك انت ايه؟ احنا بنلعب بطل حظ ولا ايه؟ احنا عندك بطل حظ يا ابني. 50 ايه يا ابني؟ محمد، محمد موت. 1000 جنيه و250 250 1200 جنيه و50 فقط لا غير. طيب يلا يا تاسطا. لا لا يا بيك فين يا بورس؟ اجي يا كذاب، انت اللي عندك كبار. والله لاك لاك اول ما قال لاك. الزومبي الزومبي زي ايه؟ الزومبي شطورة. بس انا مستني بقى في بيرك. لا محمد فري بيرك، احنا هناخد فري بيرك. تعالوا كلكم على الجروب دول ماشيين. انا بستقبل بس هجيبها حبا في الفري بيرك. يلا طب وصل وصل واساسا البتاع خلصت، البتاع خلصت، البتاع خلصت يا ابني. بطل تزقني هموت يا ابن. بص لعبه نكسه يا ده بجد يعني. تعالوا افتحوا جوبل جام وطلعوا ايموليشن، لو جالكم في الكهرباء خدوه. ما ده اكيد يعني مش هاخدها واسيبها يعني. خدها حضر كهربك. عندك كفاني؟ طب اوعى، ممكن اخدها، ممكن اخدها، ممكن اخدها. خدها دام. استنى اوعى تموت الزومبي. استنى عشان في حد عمل كومنت ادخل ابص عليه. بس دي في الكهرباء فرتولك. الله طب كفروني بقى عشان لعبت. يلا ارمي ارمي الويد فاين يا كيفا. رميتها خلاص. كشبك بتحاول كشبك. حد يجيب بارت الشيل ده اول ما الجرافيتي تروح. وعايز اطلع بس في الجيتش عشان اشوف الكومنت ده عشان اقفل الكومنت. هو بارت الشيل ده فين؟ بارت الشيل ده في الكومنت ده؟ فين؟ بارت الشيل ده فين؟ فين يا؟ فين يا؟ مش عارف مين هيجيبه الاول. محدش خسر الاقدر ليه؟ انتوا برجله؟ معرفش. دور عليه، دور عليه هو هنا. استنى استنى يا عم انا عايز اعرف فين. السلام عليكم معاك الخير. يلا بصحة بصحة. فيكتور نت وخرا، فيكتور دايما نت وخرا. انا معرفش اسمك غريب قوي والله. انت عارف يا ابني في كام بركه ممكن تجينا؟ اه في واحد كتب فيكتور نت وخرا. منور والله. منور. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ صيحتنا في كل حته. اسم كده حروف غريبه، حروف راندوم. الفري بيرك يا ابني. ليه بتاخد فري بيرك؟ طيب ليه بتاخد فري بيرك؟ عشان معيش بيركهوليك. انا عايز افتح. طيب انا عايز 100. افتح. طيب انا عايز 100. لا افتح بقى عشان اجيب زومبي شيلد. طيب ثانية واحدة، ثانية واحدة وجاي. الزومبي حصل له جليتش. اقتل اقتل لو عايز اقتل. لا هو عشان زياد فوق. جدعان طب ليه كده؟ انت عارفين في كام بيرك؟ في كام بيرك هنا ممكن تيجي تاني؟ في فيش في فلوبر وفي توم ستون وفي هوز هو. لا فيش في فلوبر مش هتيجي. الفلوبر مش هتيجي. افتر تيست، افتر تيست. ما فيش بقى. ممكن يجي لنا توم ستون، ممكن يجي لنا هوز هو. في كام بيرك تاني مش فاكر. توم ستون دي ما اعرفش بتعمل ايه. توم ستون دي بتعمل لك زي بتاعت ال ايموليشن ليكويديشن. ايموليشن ليكويديشن. ايموليشن ليكويديشن. استنى لما اجيب لي بيركهوليك بقى عشان ايه محتاج. ايوه انا كمان هجيب بيركهوليك. خلصوا الراوند دي مش شغاله. انت جالك ايموليشن اساسا. صح الغباوه دي. جالي بيركة هبدلها. لا ما تبدلهاش. ايه الحاجه الحلوه اللي نزلت في بلاك اوبس 3؟ الودز وان صراحه بيركة حلوه يعني. انا نازل افتح الباب واجيب ال ايه ده اللي معاه 750 يجي يفتح.
بقول لك ايه، وسع لي مكان سنه يا زياد بس عشان عايز اشوف كومنت. طب ثانيه، حد يفتح يحيى ياسر. ده يحيى ياسر اللي بيتكلم يا بيك تيل. قال ايه؟ هو اللي قال نت خساره. شوف مين اللي بيتكلم. ده يحيى ياسر اصلا ما بيقلش عن الوان بار، ده ما بيزيدش قصدي عن الوان بار. ده ايه خلصت؟ ايه ده التراك بتاعتي كانت بتاعت دراجون شيلد. الله كده عندنا مكسام. خليكم فاكرين بقى لو زرعنا انا خدت الميه بتاعت الجاجر. هنعمل الشادو ماسك على فكره. ها هنعمل الشادو ماسك، ملوش لازمه. يا بقول لك، هو نايت ماسك كان بيتعمل ازاي؟ محمد فكرني كده، معرفش. الشادو ماسك حد فيكم عارف الشادو ماسك؟ النايت ماسك اللي هو بيبقى جنب الفايكنج ده، احلى واحد. كنا تقريبا بنقتل. ممكن يلا ننهي الراوند عشان محمد يجيب بيركهوليك. انا جاي بيركهوليك اساسا. طب يلا كل واحد يقف عند ميستي. انا في لخط. ماشي انا اروح السبور. انا في دير ايزن. ولا اقول لك انا بروح، انا هروح في روكتي مكان ليه رهبه كده وبترعب منه. احب اقف. انت جايب لي الزومبي في لخط يعني؟ انت متاكد من اللي انت عامله ده؟ يا ابني خلي معاك. لعبت في روكتي فور دوت وور يا محمد؟ دي مرعبه بالغباء. لعبتها بتاع مرتين ثلاثه وبقيت شفتها. مرتين ثلاثة والله بقيت اخاف. لا ما كان انا الورد اوف وور ما جبتلهاش السيشن بس بتاعها بصراحة. انا جايبه كراك. على فكرة اللي عايز سلاح باكا بانش هتلاقيه على اليمين، بيبقى منهم الدنجي. فين ده؟ دينجو ومان وور بس تقريبا. الترايل اللي على اليمين بيبقى منهم دينجو، مرة فتحت طلع لي الدينجو من اول. طب اشغل الايموليشن ولا انت مش جاهز؟ انا جاهز. انا جاهز على النص. زياد. هو زياد ده زياد على وضعه بقى، قاعد على وضعه. يا زياد لا نزل بقى اللي يجيبه ياخدكم ياخده بعد كده يسيبهولي عادي، بس ياخده هو ولا يسيبهولي؟ ده اللي يجيبه هو يسيبهولي ليه انا اسيبهولك؟ لا معلش عشان انا بلعب بيه حلو، احنا متفقين قبل ما ندخل. لا انا مش متفقتش انا على الكلام ده. معلش الحاله الوحيده اللي تسيبهولك لو سكن تديني الثاندر بس. لا 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 مين 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 انا اللي اخد الثاندر خلاص بقى. لا اصل بص انا 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 حافظ خطوات الليست ايج وانا بعرف اعملها كويس. خلاص انا انا هاخد كي ان 44 ودينجو بقى هتنادي. بس خدوا كي ان 44. انا لسه ممكن يلا. طب انت فين؟ انت فين؟ استنى ما تموتوش. انت فين دلوقتي يا انا في دير ايزن. دير ايزن تحت. دير ايزن واسعه. انا في نقص. انا هموت اللي عندي. ما بلاش عشان هيجري. اه تصدق. طب خلاص مبدئيا عندي واحد تمام. زياد يا عم اخلص بقى. رجع رجع زياد رجع يلا. جاهز عند ميستري ولا شغل ايموشن من غيرك؟ ايه انت جبت ايموشن؟ لا استنى ده انا اروح امسك الشيشه بقى. استنى يلا انزل كينو. انا انزل كينو. انزل كينو. يا انا هشغل خلاص. يلا ثلاثه اثنين. لا نزلهم مش ثلاثه اثنين واحد وما تنزلهمش. نزلهم ما تروحش انجر. لا انت لازم تلف يعني لفه ال ايه انا عندي الثلاثه. يلا حط الثلاثه. حد عنده زومبي؟ لا ما تقتلش. ما تقتلش الزومبي. ما تقتلش الزومبي عشان عندي اثنين. انا عندي اثنين. واحد ما تبقاش غبي. اقتل واحد. ما هو الثاني هيجري. ما انا معايا واحد. بقول لك هات لي واحد كينو واعمل فيه الجليتش اللي بوقفه على المسرح. انا هات انا هات واحد من اللي عندي يا تيفا. ارز كري. يا رب انزل ام الامنيشن. انزل ام الامنيشن. خلاص ثلاثه اثنين واحد. انا هيطلع لي الثاندر يا الابوكاليبس. انا متاكد ان انا هطلع لي الابوكاليبس. هطلع لك الابوكاليبس. هطلع لك. انا متاكد ان انا هيطلع لي الاس بي جي. مش عارف ليه حاسس كده. تريب ماين فتحه مبشره. اقسم بالله طلع لي تلاقي الابوكاليبس. ايه رايكم بقى من اول فتحه؟ اقسم بالله. لا انا متعود ان انا اقول ابوكاليبس. هو اسمه ابوكاليبس. ده انت روش. ده انت روش كده يا عم. بدل عليه. ثاندر جن. ثاندر جن. ايه يا عم الحظ ده؟ هتبدلوا مع بعضيكوا بقى. يلا حبيبي من هنا. التومي جن. ايه القرف ده؟ لا مش هاخده. مش هاخده. كان هيطلع لي ثاندر جان تاني معرفش ازاي. على فكره الثاندر جان ممكن تطلع على اكتر من واحد. عمال لا لا عمرها ما حصلت. عمرها ما حصلت في تاريخ ريفيليشن من اول ما نزل. لا حصلت. انت ايش عرفك؟ يا رب وارمي. لو حصل كان هيقوله يا ابني. شيفا يعني دينجو يا جدعان. طب شيفا ليه في المستر؟ انا مش فاهم. انا عارف انا ايه حاجة خارجة بس. وفي ام بي وبيسبر.
انا معايا دينجو يا جدعان. ايه ده انا دينجو راح فين يا بين ام ليل. بس دراكون دراكون خلاص دراكون. ايه انا كمان قشطه. انا عايز بقى بيس. اه انا معايا ميل كيك صح انا متلخبط. اه وانا انت اصلا اخر كلمه انت قلتها دي فكرتني ان انا معايا ميل كيك يعني. اه وانا كمان والله. ايه الراوند ايه الراوند ده انا مش عايز اتفضل جنب معلش بقى. انا معايا الابوكر. بص كون بص كون ليا بس يا ماما الابوز يكون يا اما لمحمد يا اما لفيفا. انا هنهي الراوند. ها طب بالنسبه لجيتزوكا يا ابني بص انا بلعب بيه على طول بدخل بوس فايت بيه على طول فسيبهولي عشان انا كل الخطوات اللي بعملها بيه. طب انا اكون بتصدر جنب بوس فايت يا رب فركهوليك يا رب يا رب. يعني انت هتجمع يعني انت هتجمع البونز لوحدك يا محمد. اه فركهوليك. طيب ماشي بص مبدئيا انا جمعت اول حته من ال انا عملت الحته بتاعت يعني عملت الحته بتاعت درايزندراخ في الابوكاليبس يا حبيبي. اسمه ابوسي كونسيرفر يا عم اسمه ابوسي كمان ابوسي عامل اول حته من ابوسي كونسيرفر. سيبولي زومبيز عشان عايز ابوسي كيني الخادم الابوسي كيني. سيبولي زومبيز عشان عايز اشتري الكائن من على الحيطه. لا ايه يا مش لما نعمل الكيبر الاول في حته تبع في حته تبع فاك في في السبون تبع الابوسيكون وكان ب 1400 حرام. الابوسيكون ثبت الابوسيكون خلاص مفيش. طب كل ويرمي الوضو شوية في في اوريجن في السبون يا في السبون. لا مفيش في السبون سيبوا اخر واحد مفيش في السبون. في والله في السبون يا ابني. انا راح اشتري كي ان. ها طب استنى انا اوريك عند السبون اوريك لك فين ايه هو ده يا طب بص ثانيه انا رايح اعمل بتاع الضرب الكريستالات الزرقاء اللي بتضربها بالاباطيكا عشان الابجريد. ما بص يا تخلصهم كلهم يا تعملش ولا واحده فيهم. ما انا عملت واحده. يا ابني هتلاقي ثلاثه في هتلاقي ثلاثه في مود ضد او اثنين على الاقل. هي انا واحد. انا حاليا في الموف جداد. انا حاليا واحده ازاي هي واحده ازاي استنى انا جاي لك انا اوريك الثلاثه فين. ايه اللي ثلاثه هي كل ما كان يعني مش كل كام يبقى في واحده معانا في رابط فيها اثنين. انت بتفهم ايه الصداع. انا ضارب منها ثلاثه. انا هاجي ورايا له دلوقتي هاجي ورايا له دلوقتي استنى واحده. يلا انا معايا ثاندر جان دراكون كي ان كله يجيب الكي ان. استنى هدور لكم بقى بص هدور لكم انا اماكن الكي ان. في طوبه كده هتلاقي قدامها بالظبط اهي هناك اهي. يلا في فيروك وانا في موب دلوقتي. اه بالظبط انا شايف حاجه انت مش شايفها بالظبط. بص قصدك على الكريستاله دي اللي قدامنا. أيوه. بالظبط الكبيره قوي. لا لا الكبيره دي الكبيره دي لا مش الكبيره واحده صغيره كده اهي. اهي في طوبه كبيره قوي لونها بني عاديه لونها اسود تلاقي تحتها بالظبط كده لازقه فيها. في سين شايفها الله يحرقك. طب بقول لك ايه بيكتين خد الزومبي وجريه بس ورا لو سمحت وانا هشوف. طب ارمي الوضو في وقت عادي لو ما جاتش هتسقط. ايوه صح كده. في واحده ثانيه هنا ايه؟ اه جت. لا ابعد الزومبي بقى يا عمر خليك زومبي. انا هموت واحد بقى. لا انا موتت واحد خلاص. طب خده فوق على اوريجنز في الديك سايت انت ليه ذكي كده؟ يلا يا ما انا بدور على كين فورس فور. بص هتلاقي نشن كده اهي لك اهي شفتها؟ ما انتوا فين تعالوا سيبوا لي الابوس يا لهوي دي صغيره قوي. انا برمي الارن انا برمي الارن انا غبي قوي. دي صغيره قوي شفتها ازاي دي. انت رميت الارن الزومبي ما راحش. انا بدور لك على الثالثه بس عشان تتاكد ان في ثلاثه في موضه ده يا ابني ما راح مني فيه. الزومبي اختفى خلوا بالكم الزومبي اختفى مره واحده لقيته اغمى عليك. اظن راح على الارن بقى يا ابني. تعالى سيب لي الابوسي كونسيرف انت عايز اخلص له الابجريد. هو مين دفع فلوسه كل ده؟ احنا عايزين نعمل اول خطوه اهو التالتة يا جدعان شفتها؟ بص تعالى اوريك على واحده اقرب. تعالى اوريك واحده اقرب. انا معايا 80 عشان اشتريت الكي ان. طب انا دي المفروض جبتها فيها بس مش باين لي اي حاجه. ايوه طب يا عم انت فين الكي ان؟ الزومبي ورا الزومبي ورا يا جدعان الزومبي بقى يا جدعان بقى الزومبي. فين الكي ان اللي في اورجنز؟ فين الكي ان اللي في اورجنز؟ عند ال وانت نازل كده في الاكسكافيشن سايت. في الكهف في الكهف. طب استنى يا استاذ بيك خارة ممكن تيجي تاخد الزومبي؟
هو اغمى عليها. تعالى يا محمد، محمد تعالى اوريك التاتش بتاعت السموبو ده. هي مش موبو زداد اصلا، هي عندي هنا انا واقف جنبها. لو تيجي لي بقول لك انا فوق زداد وهجيب له ثلاثه دلوقتي، بس هو يعرف يجيبهم. يا ابني بتجيبهم من بعيد، في اماكن تانية قريبه. انتوا بتتكلموا في ايه؟ بص خلصوا، بص فوق ايه، اقعد بص فوق هتلاقي. يا جدعان انجزوا، مش وقت فراغ كلاب. ما اعرفش انا ايه ده. طب ما تعالى، طب تعالى خد الزومبي عشان اعرف اوريها له يا ابني. هي عند القمر مش هيشوفها. ده ما كانش شايف، ده ما كانش شايف العاديه يعني. هيشوف يا عم، شفتها يا عم، بشوفها. بس على فكره ساعات بتاخد وقت شويه عمر ما تعمل سبون. طب يا عمر الجرافيكس عندك بنت كلب اصلا يا ابني. يا بابا تعالى سيب لي الابوس كونسيرفنت وانا هجيبها. يا جدع ما تديله محمد وخلاص. ايوه خلصها، ما بحبش البط. انا هغلب عليها وهموته. في واحده فوق في السما كده شفتها. احنا عندنا كام فيور بس عشان تبقى حتنا علني؟ عندنا كام فيور عشان ثلاثة اثنين. تعالى بقى، تعالى 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 اوريك حاجة واحدة. تعالى اوريك حاجة. يا ما شاء الله. خلص يا تيفا، خلص وسيب لي الابوس كون يلا. هو مين اللي معاه الابوس كونسيرفنت؟ ايه لك، شفت؟ يا لا لسه خلاص يا جماعه. انت بتتكلم في ام ايه؟ مش هنشوفها يا حبي. شفتها؟ ايه ده بقى كذاب. انا مش عارف والله، شافها وشكله هيجيبها. لا ما جابهاش. اضرب تاني، اضرب ونشم كويس. قلت لك كذاب. دي عدت من جنبيها، جبتها. جابت اختفت فجاه. يبقى هي راحت لها بس احنا ما شفناهاش. اختفت والله. لا يلا قشطه خلاص. انت كده جبت ثلاثه. يا بابا هي عندي اساسا، هي عندي اساسا. كده جبت اربعه. لا هو على فرق كده. انا جبت، لا انا جبت واحد، جبت اربعه. مين؟ لا بقول لك ايه، الصغيره اللي كانت هنا انا ما جبتهاش. تمام، الصغيره اللي كانت، ما هي الصغيره اللي كانت هنا دي، هي اللي انا ضربتها لك دلوقتي. بقول لك ايه، في خلال خمس ثواني وما جيتش تديني ابوس كونسيرفنت همشي. روح يا ابني عند محمد واضرب اخر واحده. يلا روح عنده، روح واشوف هو فين وروح له. هو الصخره كانت فين؟ الصخره كانت فين؟ الصخره تعالوا لي. تعالى تعالى يا زياد، سيبه لي يلا. سيبه يا زياد. الصخرة كانت فين؟ هتديني مكانه ايه؟ يا زياد خلص. هتديني مكانه ايه؟ هاخد مكانه. ما ينفعش تاخد مكانه حاجة أساسا. فل صباح الخرا. ما احنا هنشغل كذا ايموليشن مش واحدة. يلا الجيت كيبر هيبقى عشان حد يجي بقى يحط خلاص. هبتت عندك؟ كله يجي يحط فلوسه. ممكن تيجوا تحطوا أم فلوسكوا في شنج. يا محمد أنت جامد جدا. في بقى لو جبتوهاش إيه؟ لان انتوا ضيعتوا الدنيا. انا هضطر اقفل الماب كلها. انا هجيب لك كله على فكره. روح اعمل باك بانش هتلاقي ينفع يا حبيبي. روح اعمل باك بانش هتلاقي ينفع. محمد جرب كده، نافع ولا ما نافع؟ ولا اروح اشوف؟ اروح اشوف اكيد نافع يا ابني. كنت بتتكلم مع فانش، انت كل ده ما فتحتوهاش. ممكن توقف. تمام. طب يلا. طب يعني ممكن كفايه ام فراغ وتيجوا تحطوا فلوسكم في شنج جيت كيبر ده يعني بعد اذنكم يعني؟ شنج ممكن نحط في اي دهب يعني. هو مين اللي طلع صوت مونتي؟ ما طلعتش صوت حد. ولا انا بقول لك استنى بس يا جدعان. محمد اللي انت ضربتها دي تعتبر بتاعت الرسفون صح؟ لا دي بتاعت نفط. بتاعت نفط؟ ما هي نفط بتاعت الرسفون. الرسفون اه خلاص. يلا ما علينا ما علينا. بيتنوم ممكن يلا عشان الزومبي عدي. انت اللي اكتشفت المكان ده؟ افتح انت الباب ده بقى. افتح حبيبي. احنا في شنج بقى، حط فلوس كام؟ مش في شنج، ده في شنج الاساسي. انا بقول لكم من شنج انزلوا كينو وتعالوا فيروكت عشان انتوا مش هتعرفوا تيجوا فيروكت من اي حته ثانيه. بس انتوا فتحتوا الباب بذكائكم. انت بتقول تعالى شنج، انا عايز اعرف ايه اللي في شنج. انا احط هنا الكونتريبيوت اهو. حطوا فلوسكم يلا. تعالى فيروكت، تعالى فيروكت. انت هتلف بيه كل ده؟ ماشي ماشي عادي عادي، ممكن الف بيه. شو انت عملت له كونستراكت؟ لا لسه لسه ما عملوش بيلد. لا طب شوفوا شوفوا ال هقول لك حاجه. يلا نعمل كلوز ابلكيشن يا بيك تيل. هقول لك ليه. زياد الذكي راح عمل كونستراكت، وقبل ما يخلص كونستراكت قام شايل ايده من على. لا لا انا ما عملتش حاجه. انا ما عملتش حاجه يا حبيبي والله، اقسم بالله ما عملت حاجه. لا انا اللي عملت كده. استنى يا دين امي.
يا جدعان قلت لكم خلي الجيم رانكد يا جدعان. هو بتفرقش رانكد من ران رانكد؟ لا بتفرق والله. لا ما بتفرقش. ما بي... رانكد ما بيعملش رانكد. طب ليه؟ ليش انت ايدك مش فاهم؟ ايوه ليه؟ كنت هروح ابني في كينو يا عم. انت قلت لي الف بيه كل ده، قلت اروح ابني في كينو وخلاص. هو انت هتفرق تبني فين؟ كده بيضيع خالص صح؟ اه خلاص كده مفيش اي بتنجان. لا والله حركة يعني سخيفة بجد. احنا نقفل اللعبة صح؟ انا هعمل كلوز، انا الهوست. استنى اعمل كلوز، همش اند جيم، مش ناس تخلف. مالها اند جيم؟ وحشة اند جيم؟ ما وحشة اه وحشة، لا حلوة جميلة. اعمل اند جيم بالاند فيها اربعة بركهولكس يا دوب هيروح فيها ايه يعني؟ أربعة وداي بس انا رميت ثلاثة ليل أرلي وجايب لي كونكشن. ممكن كفاية فراح بقى أربعة ونجيب أسلحة عدلة وكل واحد ينجز شوية. أنا كان معايا دينجو وبيها رمي. أنا كان معايا دراكون، حرام دراكون ثاندر جان. وأنا كان معايا اتش بي كي. حلو الاتش بي كي حلو. رب خشولي على طول. زعلان على ايه لبوسكن يا عم؟ بص كنا يطلع على طول. زعلان على النص ساعه اللي ضاعت دي. نص ساعه احنا بقالنا ساعتين. اه خلاص خلي الدنيا ساعتين، ايه مش الدرجات دي يعني. احنا بقالنا ساعتين مستنيين. اه بقالنا كتير مستنيين. اه والعيد خصوصا يلا نعملها اوبن. يلا 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 مش باين عندي انها اوبن يا ابني. الفانز هيخش علينا يا ابني. انت فين اصلا؟ ما انا لسه فاتح اللعبه. لا مش وقت التهنيج يا بنت الكلب. يلا خشولي وانجزوا يا ريت يا ريت يعني. انا هخش دكتور مونتيز عشان معايا واحد ليكود بين. هتفتح واحد ليه؟ ايمونيشن والثانيه كان فيها افتر تيست تالتة. قول باور ما تخافش ولا حاجه. ازاي يا ابني؟ ما عامل لك انفايت حسين ريسن بلاير يعني ده استخسر. ديات ممكن تخش ما نبدا من غيرك يا حبيبي. هفتح لك الديفينيوم بقى. ايه ده انت جالك لك الديفينيوم اصلا الجيم ده يا ولاد انا جالي اول ما فتحت مستر. صباح القرف. يلا هفتح واحده بواحده يا ابن ال... يلا وجاي الايميليشن كالعاده يجي في اخر واحده. انت بيضه انجز ليه ما دخلتش برستيج؟ ليه ما دخلتش؟ سؤال وجيه مش عارف. طب ما تخش انت كده كانك مش هتاخد اكس بي اصلا. تصدق فيك فاكس اصل لسه قاعد اظبط بقى الجبل بامز واظبط الاسلحه وبتاع. جبل بامز جبل بامز جبل بامز والله شفت طلعت مني ازاي. خشوا على طول بقى على ريتشو عشان ما نسالش. بس حلو قوي بروفيت شيرنج ده يا جدعان. محدش يفتح اي جبل بامز بقى، احنا خلاص عرفنا ازاي نعمل ريتشو زران. مش عايز نفتح جبل بامز؟ اه مش عايزين نفتح جبل بامز. ليه ما نفتحش جبل بامز ليه؟ عشان البامز بتجيب بواسير. عسل. افشخ تيم هانت يسترك في الدنيا كلها. اه بفضلك طبعا يعني طبعا. نقول ايه؟ نقول ايه غير ان هفضلك؟ بس انا متضايق قوي من الحركه دي. انا متضايق متضايق يعني. انت سؤال بسيط يعني انت تفضل. عارف ان انت عايز تعمل لها كرافت من كيلو وفي الاخر رحت وعملت كرافت وشلت ايدك، طب ليه؟ ما هي دي بقى الحركات اللي بتطلع تلقائيه بعد الاحداث المتتاليه. هي مش تلقائيه، هي بتطلع بسبب السرحان يعني. سرحانه يا ابني مش الدرجات دي يعني. بس انا متضايق 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 يعني. انت حبكت في اخر كرافت تفتكر ان انت رايح كيلو حبكت يعني؟ انت اللي فكرتني والله. انت اللي فكرتني. يلا 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 يلا
استنوا هعمل الجريبس. في حاجة محدش يعمل الجريبس غيري. محدش يعمل I greet you all can to play. شكرا يا زكسو كول. معرفش مين زكسو كول ده اساسا. طلعوا نور. عرفت بنفسك طيب. طب يا بي سي ممكن تيجي يعني؟ يلا يا لطيف خش. يا جدعان انجزوا مش ناقصة. تقتلوش زوم. ابعدوا بقى اقف ورا خالص عشان زوم ده تخش لنا يعني كده نست فيه. محدش يقدم خليكوا ورا زيي كده بس. خد بالك يا اتنين. زومبي مات يا ابن القرعة. قشطة جالي فلوس جالي فلوس. مت بعد ما يخلص. موته وخلوا اخر زومبي. خلي بقى كتير خليه يموت عشان اعمل له ريفايف واخد فلوس. دبل بس خلوا اخر زومبي. عندي لج الله ينور عليك. معلش انا عندي لج بس بس, بس. بس. بس توصل ولا اقول لك استنى ده اخر حد موته خلاص تمام قوي كده اللي معاه اي حد من اللي معاه 1000. بص يا ايه ايه سر الكائن 44 ده؟ الكائن 44 مترمي في المبات كلها. اتفصلت بس انا بس يا زياد انت بتعمل ايه؟ انتوا بتعملوا ايه والله في البيت؟ يلا يلا نجاس ماشي. بقول لكم ايه استنوا لو لو الجريف لو الجريف ستون في في شانجريلا هيحصل جليتش واللعبه هتقفل. جريف ستون اللي هي الطوبه اللي بتطلع بتاعت الريتشوال. اه مش شرط انا كنت ساعات ساعات بعملها في شانجريلا ما تقفلش. يا زياد بتعمل ايه؟ ثانية بس ما حدش يفتح باب اورجنز. زياد هو اللي هيفتح. ما شاء الله قفلت الواي فاي بيت فور بار الحمد لله. انا مش فاتح واي فاي تاني في البيت ده. انت عايزني اروح فين بس افتح لكم ايه؟ لا ابدا عايزك بس تفتح لها كام ازازه كام تيجي معاها. اللي معاه 1000 اللي معاه 1000. انا عديت من الابوزيكون تقريبا وهو زياد. لا يا ما بتحصل يعني فيش جديد في الموضوع ده. يا زياد باشا ممكن تفتح. عشان يعمل لايف ستريم كده صحيح. يا فاضي يا ابن يا عم عشان احط اللينك بتاع الواد اللي اسمه اسمك ايه محمد؟ اسمك ايه محمد؟ الواد اسمه محمد. فاكر الصراحة يعني هو في ناس بتقول محسن وناس بيقولوا محمد بيقولوا. طب تعالى يا تاني افتح لنا الباب. لا بس انا عرفت. طب ما انت معفن ما تفتح انت. ماكس دعم. طب مش فاتح. افتح بقى. يا عم بقى يلا. بص رايح ياخد هدية برضه. رايح يحاول ياخد هدية. زياد واخدها. بقى لنا تلات دقايق في الجيم. بقى لنا تلات دقايق في الجيم يا جدعان. حالهم. و30 ثانية و32 ثانية و34 لا مش وقت عدي يلا يلا. 37 38 39. ايه ده انت عسل قوي يا محمد. ايه ده يا لهوي. انا بفكر بخط مع اشكالكم. اشكالنا انت بتقول تلعب مع اشكالنا دول ان هو بالظبط يعني انت من غيرنا ولا عامل جورد ولا تتسوق ولا دي رجاله بيطلع لك الادمو الجديده صح. ادمو الجديد ايه عمل؟ انا كنت هخلص دور ايزن سولو مش محتاج بقى. خلصتها اول مره خلصتها خلصت ختيارك. انا افتح استنى انا 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 ولا اقول لك افتح انت اللي معاه. اه ماشي انا افتح 600 هو اللي هيفتح بس اللي معاه 1600 وخد ال 100 خد 100 يا محمد مش زياد يا محمد ما ينفعش كده. الجريب هنا مش هنا لا مش هنا مش هنا يا عم ولا هنا مش هنا مش استنى 11 كومنت مره واحده استنى بقى لما ابص اشوف 12 كمان حموني ثواني ابص بس على كاتبين ايه ماشي نشوف. ها why is it too laggy is it so cold because the host انا ما تفتحش ده تعالى the connection of the host is poor we are in Egypt cool يا جماعه انتوا عارفين you don't know what is Egypt
عارفين خالص. واحد اسمه ايه اللي بيكلمك؟ واحد اسمه ايه اللي بيكلمك؟ زيكس وكورو. في كل فيديو بتاع زمان اللي انت كان ممكن تحط سلاح وتاخدها في ماب تانية وكان ممكن تحط فيها فلوس. ده الحين بقى بهرك بيه بقى. I see you have a girl with you. I bet she doesn't even understand what the game all about. هو تقريبا انت انت ايه بيقول اللي انت بنت ما بتعرفش تلعب اساسا. مين ده بقى؟ زيكسو كول. معرفش واحد معرفوش. ما بحبش الانجليزي. اللي معاه 1600. استنى اخد انا المين. لا هو استنوا الجمجمه فين. وسع 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 هتلاقيها فوق على الكرسي. مش عارف البرشن بتاع الكرسي ايه ده. مش على الكرسي. هات انت من جوه بقى. هي بتبقى فين غير على الكرسي؟ مفيش هنا بتبقى فين غير على الكرسي البتاع ده. بص بقى انا هظهر الكومنتس عشان كده كتير. طب احموني. طيب ما بقى نظيرك معانا وانا بقى شغل الستريم عندي. تمام. و لا لو سمحت انجز يعني لو انا مش فاهم. عندي كومنتات يعني ممكن سؤال الجمهور توقفين تاني. اي حد بيتفرج يا ريت يكتب كومنت كده عشان اشوف الكومنتات مش باينه ليه. بقول لك انت عشان تخلي كومنتات باينه لازم تاخد يعني في حته. يا جدعان الجمجمه الجمجمه في الثلاث اماكن بتاعتها مش موجوده يا جدعان. هو اللي مش موجوده يا عم. انا خدتها اهو. خدتها من الكرسي اللي هناك صح؟ مش الكرسي. لا ما كانش على الكرسي. بقول لكم اي حد يفتح الستريم ويكتب اي كومنت بس عشان في كومنتات ضايعه. وريني كده محمد انت جبتها منين؟ انت جبتها من هنا صح؟ جبتها من هنا؟ لا في المكان الاولاني اللي هو اول مكان. فين محمد حسام انور؟ محمد حسام انور انت فين؟ يا يحيى اكسبيتي يا يحيى الكي ان 44 ما تحدث في المبات كلها من اول اوريجينز الى لوك بايند يو في بيهايند مي. بص يا اكسبيتي الكي ان 44 ده مرمي في المبات كلها وجيسون براندل قال نشوف ايه نشوف سر الكي ان 44 ده. قال انه وراه سر يعني. فاحنا قلنا هنضرب الـ KN44 في كل حاجة. متأكد ان بيعمل حاجة. اتفرج على الستريم وهتعرف هنعمل بيه ايه. انتوا رحتوا كينو؟ طب استنى انا جاي. انت فين؟ مش يلا نروح كينو؟ هي الجريمستون في كينو؟ زيكس وكول لو بتفهم عربي قول لنا. طيب عشان نكلمك عربي ما نفضلش نكلمك. شكلها عشان غير لو. شكرا يا يحيى. هو ينفع كيك يا يحيى؟ طب يابا اللي ينفع اعمل ريبورت ليحيى على اليوتيوب تعمل له بان؟ ليه وعمل ايه؟ هو عمل ايه؟ اللي معاه 2000 يجي يفتح. طب تعالوا يلا. مش بيزيد علينا. محدش يعمل كرافت. انا يا محمد هنعمل كرافت عشان محدش يقوم شايل ايدي تاني. تعالى يا زياد. هو زياد فين؟ معرفش. انا في مول زياد. انتوا فين؟ طب ممكن اعرف انتوا بتعملوا ايه؟ انت فين؟ انت عايزين يا عم تعالى دور عايزين. بقول لك ايه ابدا 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 يا ريك تاني ابدا ابدا بس مفيش مشكله يعني. عادي. تعالى في روك كنا. انا ماشي انا ماشي بدوختي معايا. انا ماشي بدوختي معايا. انا رايح كينو. رايح حد يجي لي تعالى لي فلخ. تعالى لي فلخ. اصلا ماشي بنختي معايا. يلا يلا احلى. طب ما انا فلخ يا عم. ايه الصعب ايه الصعب في تخش في روك من في روك على كينو من كينو؟ تعالى في روك. تعالى في روك تعالى في روك. رحت في روك. ورحت في روك. في روك ايه يا كداب انت لسه تحت.
تعالى. I don't even know it's a zombie. يلا يا حبيبي هنجيب بونبوني من دير ايزي. I don't know where is it. انت ليه فتحت الجاهز؟ تيفا ما تاخدش بقى التباشيرة بالغلط هتودينا في داهية. لا انا مش هاخدهم اصلا عشان مش حافظ مكانهم بصراحة. ما بقولك هتاخدهاش بالغلط. ما انا مش عارف ايه اول واحدة فين اصلا. اول واحدة في روكتو تقريبا. طب يعني هو ايه انتوا تمشوا في استنى عايز اجيب الفريبر لا 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 عايز اجيب الفريبر يا ابني وسع يا ابني ايه جرافتي لو فصلت ولا في الهواء ما تزعليش مني من يا لعبة من الالفاظ البذيئة اللي انا هقولها عليك تمام يا ايه ده انا جبتها انا جالي يا ابني كل واحد ليه بيرك انا جالي ميول كيك انا جالي شجر قشطه جالي شجر ايه ده انا جالي استمر انا سبيد كله انا دبل وميول بص انا دبل وسبيد طب ممكن خلاص كفايه تفاهه يلا ايه ده في واحده ثانيه جت استنى هما بيبقوا كام واحده عملتهم محدش طب تعالى والله مش ازاي يا ابني ده هما ثلاثه اصلا من اربعه بيشوفوهم ما تموتوش الزومبي بس خلي بالك الزومبي ورا حد يلف الزومبي ورا احنا هنطلع قدام نموت اهو اعمل سلايس عشان ما تموتش اعمل سلايس واو زومبي مات اكيد حاجه اكيده لا لا طب تعالى افتح ده اللي معاه 1300 يجي يفتح الباب ده الجوبل جامز يلا جوبل جام لا اللي معاه 1300 بس يجي يفتح الباب ده يلا جاب يلا نجيب جوبل جام هو السؤال هو ازاي زياد ما زادش خلص يا زياد تاوشين جدا شوف سؤال يا زياد انت يا زياد صح ازاي ما جابش زياد ما جابش ازاي ما اعرفش ايه ده ايه الغش ده يا عم سكريم ايه بس انا اصلا موطي المايك ويعني مش عايز ابوظ لهم طب افتحوا جوجل جامز يلا افتحوا جوجل جامز طب انا معيش فلوس تمام الابوز يكون معدي من قدامي وانا بعمل الورق انا هجيب لكم فري بيرك تالت ما يبقى انليمتد تقريبا عارفه لا مش انليمتد ازاي مش هتشوف دلوقتي انت اللي جبت وسع يا ابني وسع يا زياد انا جبت الثانيه الكويك ريفايف انا اللي جايب الثانيه انا جالي ديد شوت انا مش جايب ولا عشان اجهز انا دبل تاب ميوتك انا دبل تاب ميوتك انا معايا استامينا نو اتس طب كل معايا ميوتك كل معايا ميوتك نطلع ايموليشن دلوقتي انا معايا ميوتك وكويك ريفايف انا مش معايا ميوتك مش معايا ميوتك خالص محدش معاه ميوتك طب حاولوا تجيبوا كمان بيرك مفيش بقول لك ايه اسمي الديسكريبشن ايه بتاعك ديد شوت ايه ده واد بالجليتش كل اللي يا عم ده كويس ان انا ما جاتلكش وسط في البركه اقول لك والله كويس ان انا جاي البركه هناك لو معاه شجر ما كانش هيموت موته انسى بالنايف موته بالنايف وخلي الزومبي اسمي الفيديو اللي انا هعمله ده اسميه ايه؟ طب كله معاه ميوتك ولا لا؟ اكتب سوبر استريك هانت اي كي ان 44 سيكريت ماشي كله معاه ميوتك ولا لا؟ انا معايا بيرك اهو انا معايا ميوتك معايا ميوتك انا معايا ميوتك طب وانت يا زياد معاك ميوتك؟ لا يبقى عضني السلنكتين انا هطلع ايموليشن لو جالك كيس باك هو في ايه؟ هطلع افتح انا افتح انا سامحني في الجزء السؤال انا وداني وجعتني من السماعه استنى احطها في ودني ثانيه يعني انت قلت لي اسميها ايه يا كيف انت قلت لي ايه؟ الراوند الجاي هنفتح الراوند الجاي عشان الايستر راجل اللي جايه بيسموه يعني الكوميونتي بيقول عليها سوبر ستار يلا افتر تيست وسع يا زياد وسع يا سنة زياد ممكن لو سمحت حضرتك يا باشا تنزل عشان تفتح خد بالك ان انا معيش فلوس طب ايه النحس ده؟ واحد ما كنتش صعب اتفرج وسعوا انتوا ايس دروبر بيقول از ذير ا جيرل ويز يو انت يا تيل انت يا تيل صوتك اسم بنت صوت بنت خالص كلهم بيقولوا ان عليك ده ايوه احنا معانا بنت قول لهم قول لهم معانا بنت يلا بص لهم بنت عشان تعرف الكوميونتي بتاع الزومبيز ده حكايه بس يا بنت اما الفجر يا بنت
اكتب اكتب لو وصلنا 100 فيور هنشغل الكام ونوريكم الصوت. يلا حد جاله انوليشن؟ لا ما جاليش لسه. طب يلا ما تخلصوش الراوند بقى. ايه ده في حق انت لسه جالك يا ابني دي كانت اومنيشن اللي قدامك دي؟ لا لا اللي كانت قدام بكتير كانت فينيكس صح. لما اخذ ساعة الظن فيك سيب اخر واحد صباح الزومبي يا سيب اخر واحد واقف في الجليتش يا زياد ماشي شوف جالك بركهوليك خد لا بروفيت شيرينج بروفيت شيرينج بروفيت شيرينج ايه يا ابني عشان كده كده كلنا هنجيب سيركارت جالك ايه سيركارت خلاص اهدوا على الزومبي يا جدعان اهدوا على الزومبي سيبوا اخر زومبي تحت زياد يا عم ما تقتلوش ما تقتلوش ما تقتلوش ما تقتلوش زومبي ما تقتلوش زومبي بنجالي بنجالي باي ايس روبر بنجالي بنجالي اسمها بنجالي بنجالي اصيل اسمها بنجالي ده انت عايش بره مصر ولا انت الزلاج وبنجالي دي حد معاه ايموليشن ولا لا؟ يا عم جربنا وما طلعليش حد بقى جاي ايموليشن؟ افشخ طب حد يفتح زياد انت ما بتفتحش ليه؟ انا معايا فلوس ونازل افتح حجج حجج انا بقول لك انا معايا فلوس اي حاجه اي حاجه مين دفع 1000 مره واحده؟ افتر تيست ده انت منحوس فتحت الاسمو ده عم شوف عقلي في شنجلا ده البتاع يا جدعان شوف كده في شنجلا ولا لا شوف 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 الدريف سيرف في شنجلا ولا لا يا راجل يا راجل يعني انت جاي جاي تعمل رود جنب الزومبي بيجري بيجري يا جدعان احنا في راوند 5 مالكو احنا ريف بنجري كده انت مش معاك جاجر ايه اللي دعوه يا جدعان جريف ستون في شنجلا جريف ستون في شنجلا مبروك علينا جليتش العب مبروك علينا عدامة يا رجالة تركهولك ممكن الجيم يبوظ اطلع علينا الجيم يبوظ طب ليه ليه ايموليشن ايموليشن اخيرا اخر راوند بقى عشان انا اساسا بقيت زيرو امو ايموليشن طب حد مع كلكم معاكم ويل كيك ايه الويل جون عمال فرع انا معايا ويل كيك وسع لي مكان وسع لي مكان تعالى تعالى بص لهبل بص لهبل ايه ده انت قلت نعم طب افتح باب جنب استنى استنى على اخر راوند ايوه انا هفتح على اخر راوند وان شاء الله لا مش هسمع اخر راوند افتح دلوقتي من علي الزومبي بيجري من ورا ليه؟ صح فكره فكره لطيفه صح سيبوا اخر زومبي انا عندي ويدو فلان عمال فرع من ورا حاجه بص بص يا ابني بس 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 يا زياد سيب ده سيب ده اخر واحد زياد ما قتلش حد ايه اللي زياد افتح باب الجنب خلاص انا جالي ايموليشن خلاص ما عشان يطلع له بارك عشان يجي له ميل كيك لا احنا عايزين نجيب الكيبر يا ده انت واقف ليه؟ هتنزل يا جدعان انا جبت بركهوليك خلاص انا جبت بركهوليك ممكن حد ذوق يجي ياخد الزومبي؟ لا خليه خليه معاك دبل بوينتس معايا اوف دي ارك 5 ايمر 6 طب يلا يلا انا في دير ايز انا في دير ايز انا في كينو انا في كينو انا في شغل اثر تيست ولا ما كده انا ما اعرفش هو قصده ايه انا معايا اخر زومبي بيجي حد حد معايا بيفور تيست لايف ستريم لا بقول لك ايه يحيى ياسر ده صاحبك يا تيل صح؟ معانا في الجروب بتاع نعرف الواد معانا في الجروب صح؟ حدش يعمل كرافت للسمنة حد شايف كرافت جروب ايه ده جروب ايه الجروب انت بتتكلم عليه ده يا محمد جروب الواتس مش ده معانا في جروب الواتس يا يحيى يا تيل يا ياسر معانا في جروب الواتس اقول له ما يزعلش مني بس بيقول لك افتر تيست ولا بيفور تيست طب انجز عشان انا عندي زومبي بيجري في ايه انا اشكر ولا طب يلا دلوقتي دلوقتي هننزل افتر تيست ولا هننزل ايه شغل ام الايموليشن شغل ام الايموليشن ليكوديشن شغل الايموليشن ليكوديشن حدش يعمل كرافت البتاع ده عشان مش ناقص يا زيزو ومحمد محمد محمد نعم ايوه 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 انت عارف ان انا ممكن اجيب انت اسمك محمد بتفضل ليه لو سمحت بس عايز افهم شكلك بتبيع ليل ايوه
حبيبة كان 44 من بوكس ما كنت ازاي يا حبيبة ازاي. طب ايه ناخده ناخده يا جدعان لو كان 44 كان 44 من البوكس ناخده؟ خليه ما انت كده كده هديهم الحيطة ما تاخدوش ليه معايا بيس يا مان بيس ومن الحيطة ب 1400 ف 10 راك لا بقى بص 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 هقول لك على مكان والله مو ده تجيب 3 ومش راجل تجيب 2 والله بجد يا ربنا على الاسلحه انت عايز يعني براحتك اتش في كي اخيرا المتري مش عارف يتفتح اقسم بالله المتري ورا بيتفتح ايه الجلتش دي انا جلتش انت معاك زيرو اصلا بوينت والمصحف ايه ده صح عايز فلوس والنبي والنبي لا يا عيني يا عيني انا بدور قلبي تعالى من ورا للارض عايز اعيط حد جالي ثندر جن حد جالي ثندر جن انا جالي للارض بص بقى انا معايا دينجو وبصي كون جالي ثندر جن يا عم خلاص انا معايا تلات اسلحه على وضع والله كان جالي ريجن وبدلته رفت انا معايا بي ار ام ودينجو واتش في كي انا عايز افتح بفلوس استنى لا 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 عايزين افتح بفلوسي طبعا عايزين لا حط كل الفلوس في السمن جالتر حد محمد كل الفلوس في السمن محمد اقول لك على حاجه ممكن من مكانين بس او انا اقول لك وانت تضربهم لا معلش مكانين يا ابني اسمع بس لا انا هعرف اجيبهم يا عم انا عارف انت هتعرف تجيبهم يا ابني فيت ايه شنجر لا مش كده شنجر لا حد ياخد الزومبي تعمل ايه بقول لك ايه ثانيه واحده انا هقفل المايك بس ثانيه واحده يا جدعان حد ياخد الزومبي عشان لو انا بعمل كرافت والزومبي جه خلاص بموت خلي الزومبي معاك يا تيفا خلاص طب ابنيه انا ببنيه اهدى انا ببنيه يلا بنيته ايه ده انا خلصت الترايل طب حط فلوسك بعد وانا هحط بعديك هي فين استنى هي فين الاول لا مش هحط فلوسي كلها انا هي في دير ايزن تحت يعني بنط منين ل لا انا قصدي الجريف ستون فين في شنجر لا شنجر يا نهار اسود طب استنى بقى هنا هو المفروض يكون سيرفنت مع مين معايا انا معايا ثاندر جون بس حكايه تمام قوي انا محتاج بس الريفت ده بدله وجالي الارني حد جاله للارني انا تمام يا جدعان فاضل 1290 حد يجي يدفع شفته 860 يدفع الاول هو 1000 كام 1220 او 1290 خلاص احطهم انا طب خلاص بقى انا ممكن انا اعمل له كل ونروح نعمل بس انا اجيبه منين لفين استنوا انا هجيبه عشان يمشي ورايا بس اجيبه منين لفين يا ابني هاته من انا واقف عند الحته اللي عندي ماشي انا جاي انا اللي هجيبه انا في تريمس يلا ادفع انت كده هتاخده على سبون وترجع بيه تاني ماشي انا عارف استنى يا جماعه انا هجيبه انا جاي ادفع الفلوس اهو هجيبه يا ابني انا هجيبه انت يا جدعان واحد بس اللي يجيبه والنبي بقى ده الشغل البتاع ده واحد بس ما انا مش فاهم هو ليه فاكر انا مش بنعرف نلعب ايه يا عم احتياط يا عم انا عايز اخلص شغل على استري جانت في مصر يعني احترمنا شويه اوصلك اوعى بقى خلاص انت اوعى بايديك المعفنه دي طب انت مش ناوي تيجي يعني؟ فخور قوي وانت بتقول مصر حسسني ما اعرفش ليه كده هتيجي في ايه؟ قول انت مصري قول انت مصري لا قول انت حضرتك بقول لك اعملوا انتوا الكيبر وانا هلفف الزومبي هنا عشان ما عشان الراوند ما تخلصش ما تدفع ادفع 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 الاول خسرت تدفع ليه؟ طب تعالى بعد الزومبي وانا هخسر هناخده بال 3000 ابعد الزومبي وانا هخسر تعالى هناخده نص لفه 3000 ابعدوا عني حد ياخده عشان انزل اجيب شيل خد انت زياد تعالى يا زياد عايز تحت زياد في الجليتش لا زياد نوب لا لا تحتيه بيقوم ميت بيعمل ديسبول ايوه خليه ورا بقى لا لا مش بيجي له تاني عامة الزومبي في ريتشال بيروح للكيبر بيروح للجيت كيبر هو بيروح له يعني بيبقى زي المونكي والارمي فاهم بقول لك كام واحد عندك بيتفرج يا في سي دلوقتي؟ أربعة احنا بنزيد في الساعة ايه ده؟ ازاي يعني؟ ما هو عشان في الفيس
انا بقى عمال احط اللينك بتاع بحط اللينك بتاع اليوتيوب زياد. هو انت ما ينفعش تطلع اللي يخش اليوتيوب هيلاقي احسن. انت حضرتك انا ما كنتش عارف اطلع ميستري ب 10 قطعتوني اطلع جامد جامد. انت بتهزر؟ طب هتساعدوني في البتاع ولا ايه؟ صعبان عليا لو يقول لك الماستري في جليتش يا عيني اتصدم بس مصدق ان مركزتش. طب حد هيجي يقف معايا على الحجر ولا انا هقف لوحدي يعني؟ كنت عمال افتح جاي يا عم ديكتيل عمال افتح ماستري اهو بدا ابعدوا الزومبي بقى. ممكن الزومبي انا بركز على فلوسي وكده هيجي كده كده هيجي يا عم. ممكن ما يجي. لا لا حاول لا لا بيجي 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 لكم. مش راضي يجي لي. حاول تبعده يجي لي. مش راضي يجي لي. مش راضي يشيل. ما بيقفش ما بيقفش ما بيقفش. ثبتوه اقفوا على جنب هنا ثبتوه. تعالوا جنبي استنى عايز اعمل له بلوك. عايز اعمل له تعالوا جنبه. ايوه ثبتوه. بحاول اعمل له بلوك. يلا سنو 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 كلكم سنو كلكم. اس 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 سنو في كورنر. ايوه بشيل. يلا بشيل. يلا يا جدعان يا جدعان اسمعوا اوقفوا انتوا الثلاثه بالشيل ده. اوقفوا انتوا الثلاثه بالشيل ده هنا. اوقفوا انتوا الثلاثه بالشيل ده. اوقفوا انتوا الثلاثه بالشيل ده هنا كده. ايه ده ايه ده؟ مين اللي ضربه ده؟ انا. استنى استنى انا هاجي لكم تاني. انصح كل واحد بيتفرج على الستريم دلوقتي يروح على ال قشطه يروح على اليوتيوب. حاطط حاطط تشانل حاطط لينك للشانل في حاططها في الكومنت تحت. يروح شانل ليه يا عم؟ حط حط لينك للستريم على طول. ما انا حاطط لينك للستريم. حاطط لينك للستريم بس على اليوتيوب. روح سيبه اخر باراسايت. سيبه اخر دبان. روح هناك احسن بكتير وكواليتي اعلى وكل حاجه. فانصحكم تتفرجوا علينا من على اليوتيوب وصوتنا كلنا هناك باين وكده. خلوا اخر باراسايت. روحوا كلكم للستريم اللي انا حطيت اللينك بتاعه على اليوتيوب ده دلوقتي. بس بس بطلوا اكل بطلوا اكل. انا عندي اخر واحده في شنج. خالد خالد وليد بكل ديوتي بلاك اوبس 3 ماكس ناي ريفيليشنز تبع سيزون 4. بس سيب الاخيره دي. سيب فين الاخيره بقى؟ استنى 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 اي جامد. حدش يعمل ايه؟ طبيعي انا نزيرو اللي معايا. انا عايز اقتل مش هتضربه مش هتضربه. انا ومحمد حد غير انا ومحمد معايا ارمي. ما تقتلش الدبانه زي ما حدش فيه كده. انا ومحمد هنعمل الاستيب لوحدنا. او انا تاخد الزومبي بره. انا ما بين انا معاكم. خلي اسمه ده اللي ياخذ تيفا اللي ياخذ وانا هبقى معاك عشان عايز اقتل. طب ماشي انا معايا ثاندر جان عامه فقشطه. انا ومحمد هنرمي ارمز وانا معايا وانا معايا في ام كيو كي ان. عيب عليك. معاك ايه يا حبيبي؟ في ام كيو كي ان. معايا بي سي ميستري. معايا بي سي يبقى معايا زيرو. زياد ممكن تبطل تختفي وتموت شويه عشان تفتح تجيب الجوالك؟ ده طلب بسيط يعني ابسط طلباتك في الحياه. انت قتلت جيل ايه؟ المفروض بقى فاضل دقيقتين. الله يا زياد. هو مش عمال يقول اقتل ولا انا بتهيألي؟ انا قلت لك اقتل. انا بقول انت متاخر في القتل ليه؟ يا عم ايه ده؟ يا رب يا رب ما يحصلش اي حاجه في الجيتش. هيحصل جليتش على فكره ويقفل. يا رب يا رب يا رب يا رب. انتوا زنقني. انا بحاول ازنقهم في ال خلص خلص. خد الشريط خد الشريط خد الشريط. ايوه ايوه خلوا زاد يقتل خلوا زاد يقتل دبل بوينتس. لا دي حاجه كبيره قوي يا ابني. انا عشان اعمل باك بانشر ابص كونسيرفنت. طب انا عايز اعمل يا عم ابص كونسيرفنت اهم عشان افكر. سيبوا اخر واحد. طب انا هاخد كابون. الكابون بالدبل بوينت. كونتراكتور وكابون. لا انت بتهزر. ايه دي كونتراكتور وكابون؟ هناخد 1200 بوينت كل واحد. كان لا 10 ممكن بقى تسيبه اخر زومبي. يلا لا استنى موته شويه وخلي اخر زومبي. انا عايز اموت شويه. حطيت الشريط في النخده خلاص. حطيت الشريط. هو حد ثبت الابوستيك لحد دلوقتي ولا لا؟ اه لسه مثبته دلوقتي. قول لي قول لي ثبته. قول لي اكدب عليا. تركه اقول لك الحمد لله جبتها اخيرا. يلا روح افتح مستر بفلوسك بقى. لا انا بموت بالكائن عشان يجيلي فلوس. انا انا هيتحفل عليا تحفيله في شنجر الله عنب.
شيل معاك اكل واحد بس. بقول لك كم واحد عندك دلوقتي سي سي؟ ايه كم واحد عندك؟ انا عندي كتير قوي مش عارف اشوف أوي. بس انا داخل الابوتيكم. لا مش كان زومبي يعني. لا خلوا واحد معاك واحد عمال يدخل من جوه ابوتيكم. كان فيو قصدك؟ اه وانا مش عارف. اتنين. النت قفل، البرودكاست وقف، معرفش ليه. ال الستريم؟ اه قال لي كونكشن كويس از نوت سفيشنت. كويس ان مش اللعبه هي اللي قفلت. خش يلا خش. تسيب واحد يا ابني اهدى. بص الزومبي بيسحبوا ازاي كروس. نسيب اخر واحد يلا ونعمل الخطوه الثانيه. انا كنت عايز اعمل خش. بص يا محمد انت اعمل اول فتحتين اللي هم اليمين والشمال دول. بس يا تيفا خلي ده معاك يا تيفا خلي دول معاك. زياد منظره مسخره وهو بيتزحلق من الابواب. زياد بص يا زياد بص يا زياد. تيفا انت معاك زومبي؟ بقول لك ايه عايزين نعمل الماسك اللي بيدينا استامنا بجد ده جامد. مش دلوقتي مش دلوقتي لازم يتعمل في راوند عالي عشان يدينا حاجات كتير. ثواني بس انا عايز بس اشوف طب يحيى يحيى هو الاستريم شغال دلوقتي ولا لا يا يحيى ولا لا انا واقف لا فوتكم بيعملها لا فوتكم بيعملها بص هعمل باكا بانش للدينجو الاول بعد كده اعمل الابوسيكون سيرفنت ماشي انت خلاص خلصت الضرب بتاع طب بقول لك ايه انا واخد الدينجو سلاح ثالث اعمل باكا بانش للبيس كيبر احسن والعب بيه احسن من الدينجو انت ممكن تديني الدينجو مش هعترض يعني والله بس الدينجو ثالث ما دي المشكله محمد بص تعالى تعالى عشان نتفق بس مش وقته دلوقتي مش وقت باكا بانش لا باكا بانش عايش عشان ال بتوع انا معايا سندر جان انجز يا عم برضه عملها باكا بانش هيك يا عمي يا سودا يلا بص انت اعمل الاثنين دول انت دي لا مش اثنين بص انا هقول لك تتعمل ازاي دي وتعالى دي ده انا ولا انت ده انا ولا انت ودي اي حد دول اول ثلاثه طب ماشي اللي انت قلت عليهم انا اللي هاخدهم استنى اروح اعملهم دلوقتي ضرب بودز وان الزومبي ضرب بودز وان اعملهم يلا اعملهم ادي اول واحده تعالى تاني واحدة هنا اهي بس انا اشوف الكومنت تمام تعالى هنا تعالى هنا يا تيل تعالى ايه تعالى ايوه اضرب دي يلا يلا اربعة فيو احنا حلو قوي انا هفرع فيه مودوز واين هشوف له هيحصل ايه ده ما قلت بق مودوز واين اجري حاولت تموتهم جوه الميه عشان وسع عمود انا معايا ثاندر جان ومستخسر اطلعها الصراحه طب وسع هطلعها اجري 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 لا اموت اوعى تقع في مربع ثالث هو فين ايوه كويس جاي ماكس اهو 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 ايه ده تاني هاتوا هاتوا خلي بالك خلي بالكوا يا جدعان بيقع منهم نيوكس ها لا هو يعمل منهم اثنين ماكس تعال نقتله في الميه تعالى 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 ورايا ماشي هاتوا هاتوا نقتله في الميه انزل انزل رايح فين هتموت اهو شكله بيلف لي عامة اهو اهو يا ابني كان المفروض تجيبهم الشيل خلصت ترايل يا جدعان استنى انزل طب استنى ليه كده ليه كده ليه كده يا جدعان الزومبي زومت لوحده مات لوحده طب انا نازل لخطه اجيب التروفي اللي هي طب انا اعمل الثلاثة اللي فاضلين الثلاثة التانيين ماشي وموت انت موت انت وزيكا المرجوز وانا هاجي اعمل الثلاثة زيكا مشي معاك يا اساسا بنجاني انا بديله بالريفت انا محتاج كفر انا محتاج كفر محتاج كفر في نخل بقول لك احدف للارمي وراح دماغك طب احدف بسرعة عشان في ماكس تامو هنا احدفها بسرعة اه مرارتي دي طلعت التشالنج اللي على اليمين هي اللي ما اتعملتش طب اللي على اليمين ايه؟ سيفن رانز نقدر انتوتر حلوه الماكس ارمو دي قشطه مش عارف لسه ايه ده
في ايه؟ انا معاه سيك كرم ده. هو انت طلعت مرمز ولا انا متهيألي؟ لا سيب اخر واحد معاك بره، احميني بقى زيك عبال ما اضربهم تحت، ولا استنى عشان ما يعملوش. احنا جالنا 6 ماكس امو. تيفا يا ريت تنزل تلففهم بدل ما يعملوا دي سبور. تيفا خلي اخر زومبي معاك. احنا هنخفف انا سبته معايا بس واخده. ما انزل لففهم لان انت بتوقفه في الجليتش بينهم. انا عايز اعمل بوكا بونش بالكئن. يلا يا استاذ بيسي اضرب الحاجه. طب ماشي استنى. أيوة. لا مش دول اللي احنا عملناهم. لا دي ما عملناهاش، دي وبعديها اللي فوق دي. لا يا ابني انا عارفهم، دي احنا عملناهاش. احنا عملنا دي. لا ما عملناهاش. خلاص تمام يلا ايه صوتك عالي ليه فجاه؟ كيف انت عندك لاج؟ واعمل اللي جنب البوكافانش. تعال اعمل دي. استنى هعمل اللي فوق دي الاول. ماشي بقى خلينا. طب بعد كده تعالى جنب البوكافانش. تعال يلا. لا بس شوية بتاع ساعة بس النهارده. اجهزه استنى هطلع الاول اضرب بالثاند الجن. خلي بالكم من الفاير. احلى. وسع نزلهم في الميه. انا هقتلهم. وسع خلاص وسع. انا دي حفله. قتلت ماربو. يلا فاضل اثنين. في ماكس امو. استنى ما تاخدوش الماكس. محدش ياخد الماكس. استنى احبوه في ارضي. استنى انا معايا. احذف انا هموت. يا بنجولي يعني انا حاطط ارضي. انا قتلت ماربو. يلا قتلت الثاني. يلا خلاص. ايه بنزر بنزر انا اخد ماكس واحده. محدش ياخد الثاني. قتلت خد الماكس الثاني. يلا ايه يا جدعان ده طبيعي اللي بيحصل لنا ده. استنى بس انا رايح. ماركو نزلت فين؟ انا هرمي التلاته اللي فاضلين. مين؟ ايه ده يا عم كل ده؟ احنا جالنا حوالي 9 ماكس امو من اول الجيم. عملت ده؟ عملتها صح؟ استنى هعملها دي. لا انا هعملهم. بنزل راحت فين؟ لا خليني انا احسن. انا عشان يبقى كلهم انا اللي عملتهم. ايه ده ليه؟ لا بقى ياه ضربني نوز واين يا عم. انا كل ما بيجي مكسامه برمي. انت عارف نوز واين؟ يلا انت شوف جالك كم مكسام وانت صعبه. انا والله من كتر ما برمي نسيت. اضربهم الثاندر جان. اهدى عشان اموتهم بسرعه. اجروا اموت. هيضربوا بودات. اجروا. قتلت الاثنين. يلا خد واحد. ليري يا عم. حلو يا عم. موتوا بالشيلد. ماشي بالشيلد. ليه كده؟ احنا نخلص من الماكس امو يجي كابوم. حاجة مصطفى في حاجة غريبة. ماربوس بتطلع حاجات غريبة. طب يلا خد الريل. اطلع خدها ما اعرفش مكان. خلي اخر واحد معاك يا تيفا. لا اخر واحد معاك يا تيل. ايه انا طالع اخد الريل. تيفا استنى. سبايدرز وذ شيل. لا استنى لا دي كانت بتاعت الدور اللي فات اللي باظ. شيلد ولا نايف؟ يعمل السبايدر زي بكرههم وبخاف منهم اساس. اول ما تجيبوا الشريط. قولوا انتوا جبتوا الشريط. استنى مش لاقيه. حد خده؟ شوفوا الجيت التاني. لا اهو كاتو شغاله. يلا ماشي. طب حطه في كيني. ايه كل الزومبيز دي؟ انا هحسب ارمي عشان نبدا نعمل ابجريد للارم. يا ريت. استنى وسع وسع وسع. اللي معاه زومبي بره يسيبه. بام 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 بام. يلا عشان نجيب الريل التالتة. نجيب الايه؟ معاكم باكابانش ابو سكن وباكابانش سلاح؟ انا معايا باكابانش ثاندر وداخل اعمل باكابانش للكئن. يا عم دول واقفين في القرن مش بيموتوا. ايه ده؟ استنى. بس خلاص انا داخل اعمل باكابانش. انا عامل باك وريباك. حد فيكم يعمل باك بس وحد ما يعملش باك اصلا. الكي ان انا لسه اساسا ما اشتريتش كي ان. هروح اجيبه بدل البيس. هطلعني من المستر. وانا طب حد بقى يسيب معاه اخر زومبي. مين معاه اخر زومبي؟ معايا انا في كينو.
ماشي خليك في كينو بقى. حطيت الشريط في كينو خلاص يا جدعان. طب تعالى يلا عشان انا هطلع لك الجماجم وانت تشتغل. انا هطلعهم انا هتصرف عشان ننجز. بس انا هتصرف انا بعرف كده هينجز كده كده انجز اسرع يعني. انا اضرب وهو يسقط يعني اسرع. لا لا انا لا بالعكس لو هو اللي ضربها هو اللي شفطها تبقى اسرع. صوتي فوضح مره واحده كده. هو هي ميكر. لا انا ما فهمتش الموضوع ده ليه كان كانه مسدود ولا حاجه. تقريبا عشان كنت حاطط الشاحن جوه وانا شغال. لا مش موضوع كده. ساعات لما حد يجي له لاج فجاه صوته بيقفل عنده. يا رب يجي لي سلاح عدل. ده عمال افتح مستر بفلوسي يعني. عايز سلاح عدل في ايه؟ بينجو. بس خلصانه دينجو كأنه هي ميجا. ايه ده والثندر جان راح فين يا ابني؟ هي ميكر ايه؟ دينجو ثندر جان كأن واحد بس بيتفرج علينا الحمد لله. كم؟ طب في كم عن فيس؟ لا قفلت مش عارف. هو قال ان قفل او الجواب بتاعي دي. انا مش عارف انا عندي زياد. حد جرب يطلع ايموليشن منكم؟ حد جرب؟ انا ما عنديش ايموليشن اصلا. مش انت ما بقول ان هم يطلعوا ايموليشن عشان كان معايا سلاح حلو. انا بنام خالص يا لهوي. مش الكلام ده خالص. كله يرمي نود الواين بقى. كله يرمي نود الواين وقال لك نقعد 6 ساعات بقى ونقعد مش عارف كام ساعه نكتشف. انا مالي انت متخبط. احنا محتاجين الصبح خالص ونسهر بقى يعني عشان واخد بالك انت ازاي. اضرب الكائن 44 على 80 كيلو زي ما قلت لكم في بوس فايت الشادو مان. هنحاول على قد ما نقدر نفضل عايشين مش هنموته. ما موتوش. ما تضربوش على الشادو مان خالص يعني. بصوا انت الصمن الكيلو مش لما تيجي تملاه بتحطه في حته معينه تبقى خضراء اللي هي في البوس فايت. مش حته معينه. لما تاخده الحته دي تبقى حمراء. الحته دي بتبقى حمراء. والسمنين كي لو ما عرفتش تقتل الشادو بان الحته دي بتبقى حمراء والسمنين كي لازم تملاه تاني. هنخلي الحته كلها حمراء بعد كده نشوف هيحصل ايه. نجرب. انا اشوف بتاعت ايام ذا الدك. اهو البيض هناك. انا شايف بيضتين. بتوعك. طن طرارن طن طن. انا شايف ايه الفكره في ايام ذا الدك دي؟ يا ابني ما فيهاش فكره. ده مثال. انت ماسك فيها ليه؟ لا ما هي حاجه. محمد ضربت كام عظمه؟ هو بيضرب خلاص اخر واحده تقريبا. لا مش اخر واحده بس. انت فاضلك بتاع الجروب؟ ضربت كام عظمه؟ 3 ولا 4 ولا ايه؟ التايم في اللعبه 43. فاكر فاضل لي بتاع الجروب. تعالى معايا الجروب اللي انا مش عارف هي فين. ماشي هجيبها لك. انا ضربتي تقريبا الوحيده اللي حبيت تضربها. ضربت بتاعت الرسوان وضربت بتاعت وسع بتاعت درايزن. ضربت بتاعت درايزن. هي ضربت فين؟ درايزن يا ابني عند الحته اللي انا عند الحته اللي انا بخزوقها دي. اضرب افوت كونسيرف. ايوه شفت العرض. يلا يا محمد ضربت بتاعت درايزن. لسه متعدل لسه رايح لها. تعال اشفط صفني يا لسه دير. ايه لسه ما جاتش. لسه انت عندك دير؟ قصدك شانج بقى. دير. شانج. دير. شانج. يا عم هو يعني هو مش عارف. عارفش انا ايه ده؟ انت هتعرف اكتر مش انا اللي عاملهم يا ابني. ايه ده؟ الزومبي مات؟ ايه ده؟ انت فاكر انت احنا وسع يا زياد والنبي، يا زياد وسع. اهو بس انزل لان انا هطلع اعمل وور راوند كذا مره فانزل خالص. هو كلنا معانا في الكهوليك مش كده؟ يا زياد انزل. انا معايا. اهو استريحت يا عم. استريح. انا عايز انام يا لهو. وانا والله انا مش عارف.
انا هنا فعلا بتقفل يعني انت فاهمني. وسع انت يا كيف اضربها انا والله يا جماعه ما تلخبطونيش بقى بعيدوا عني انا بعرف اضربها. هي فين هي فين اللي ضربت طلعت وسع انا اللي طلعتها على فكره انا اللي ضارب عليها انا اللي ضارب عليها انتوا الاثنين قضيتوا. وسع يا زياد طلعتين بكمان ابني وسع انت تنط وانا جاي اقف. احنا ممكن نمشي شويه نروح على البتاع ده في الراوند دي يا زياد تعالى خد الزرع عشان انا زهقت بقى. في ثانيه واحده انا في كيلو انا في كيلو راح لوكينو بقى كيف عنده لاج ايه اللي عندي لاج يا ابني ليه عندي لاج صح حد يشغل السرعه دي ماشي ما هو بيشتغل فين بالظبط نسيت اوريجينز صح اي ام ذات سويت بيت تينتين عايزين ننجز ان احنا نخش البوس فايت ها يا ريت يعني هنزله بالكي ان هنزله بالكي ان وحاول اروح بالكي ان فلازم ننزله في اقل راوند الراوند جاي مين انت هتهزر احنا لسه هنجيب الجريد ولسه هنموت صح ده انا سقطت حوار البيت ده خالص انا فاكر ان احنا لسه هنحط بس البتاع على صوفيا وخلاص لسه هنروح الاول اوضه سام ونرجع نجيب البيت دلوقتي هنروح اوضه سام بقول لك ايه هو تكملوا البتاع دي من غير لا طلعك عايزين بصوا اللي هياخد الويست يضمن حطيت الشريط خلاص اللي هياخد الويست يضمن ان هو ما يتضربش لازم نعمل لا لازم حد يضمن ان معاه اخر زومبي انا هجيب الويست انتوا تبقى لفوا اخر زومبي بعيد عني بعيد عن التليفون لفوا اخر زومبي وانا هاجي اقف جنبك لو انت معاك الويست لو لقيت لو حسيت الزومبي جاي لك نعمل بقى بتاعه الزرع دي يا محمد دلوقتي ولا ايه زرع ايه اللي بنضرب بالريتشوال اللي بتاعت الريتشوال يلا نضربهم ولا مش الشريط يخلص الاول المفروض الشريط يخلص التورت استنى الشريط يخلص هو خلص لا لسه انا لسه حاطه معلش دقيقه بس طب روح مش شرط انت خلاص حطيت الشريط خلاص مش شرط بس خلاص كده يلا دلوقتي اعمله بضرب اللي في الريسبون اضرب بتاعت موت داد انا عملت الريسبون خلاص كل واحد يعمل واحده عشان ما نقللش بوينتات معانا انا على ازرق الزومبي جه هيضربني ابعدوه عني انا مش عارف اروح اعمل ولا واحده لان الزومبي معايا طب استنى انت فين انت بتعمله بتاع الزومبي توتن وراه اتاكد ان انت بتضرب اتاكد ان انت ما بتضربش ايوه خش جوه افوت لك ايه ده هو خد الويست يب هو خدها خد الويست يا ابني طب خلي تيفا انت رحت فين تعالى إيه؟ خلي معاك الزومبي تاخدت ولا ما اتاخدتش يا زياد بتعمل ايه اضربها طب تعالى خد الزومبي يلا هنا فوق على اليمين فوق على اليمين تعالى خد الزومبي يا تيفا مني يا ابني الزومبي مات اول ما جه والله اهي ايه جد على فكره مش صعبه والله مش صعبه دي باينه فشخ يعني هي جت؟ اه يا ابني ما انا ظابطها اهو انا مش شايف الليزر طالع يلا ظابطها ايه؟ اشتغلت يا جدعان خلاص احنا جايين حد يبعد الزومبي طيب هي اشتغلت ورجعت تاني بص في زومبي هنا خلوه معاكم وانا هروح انا بلف في الزومبي روح انت واحنا لففوه في كينو لففوه في كينو بعيد عن الباب ابعد انت بتحب ايه؟ استنى بتعمل ايه؟ انا راح كينو الاول استنى انا مش هخبطش بالدينجر نسيت يا عم استنى بس معلش فلوس انت بتعمل ايه انا مش فاهمه انا عايز اجيب الويسب دلوقتي ونروح بس استنى لما صوفيا توصل للبتاع هو انا هنقطع صوفيا وهي بتمشي هيحصل حاجه؟ لا انت خليك عارف مكانها بس وصلت اضربوا عليها بالكين يمكن يحصل استرج لا احنا عايزين نضرب الصمن انتي بالكائن لازم يكون احنا الاربعه وصلت
مين شيخين؟ اهي تعالى تعالوا بقى لففوا الزومبي هنا بالظبط. تعالى بص عند الباب ده كده في جليتش بتوقف الزومبي هنا بالظبط المكان اللي انا واقف فيه. استلموا الزومبي انا جاي بيه. انا جاي اضربوا كل الويدز واين. ماشي اضربوا كل الويدز واين. خلي بالكم هيغفلكم لان هو ما بقاش معايا. طب انت معاك الوسف ولا لسه مش معاك؟ لا هو ورايا اهو ورايا خلاص انا جاي بيه. طب روح خد الوسف اخلص يلا. استنوا لما تامنوه هنا. امنوه هنا هروح اخد انا. لا امنوه هنا بس في الحته دي بس. دي حبكه الانت جرافيتي تشتغل دلوقتي. هو الزومبي هيشيل لي نص ساعه. انت اللي عملت الاختفاء. بام بام بارا بارا بام بام. انجز 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 انجز. انت بتاخده ليه؟ انا عمال الفيلم بقالي نص ساعه. التليبورتر ده احلى من التليبورتر بتاع كينو. طب ما انت شو واخد العجين. ما تاخدش الوسب خد عليك. مش هاخدها. انا هاخدها الابجريد للكين. لا للسودا للدينجو. حد هنا معوش كين؟ انا يا تيل تيل تعالى لففه في المكان اللي انا بلففه فيه ده. تعالى استنى عايز اشوف احنا عملنا اي ماسك ولا لا. ما عملناش يا ابني ما عملناش. عايزين نعمل شغل. تعالى لففه هنا بعيد عند الباب كده. طب لففوه انتوا عشان انا هعمل حاجه. ثانيه واحده. روح يا زيك لففه بس احذف ما احذف يا زيرو ديزاين اللي معاك. يا زياد انا زيكا زيكا هيموت ويروح كده يقعد على السرير خمس دقايق بس. لففه هنا ما تمشيش من على جنب البوبي نايف. اوعى تعدي من جنب البوبي نايف تبعد عنه. موتنا كلنا. انت خدت الوصفه خلاص؟ انا رايح اخدها. الو عامة في استر ايج اقول لكم. هي ايه؟ استنى بس مش في التريلر ظهر ان احنا هيجي لنا روكيت شيل جالنا الفاتنه. جرب تجيب جرب تجيب يا ابني غيروها 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 بس تجيب اسمع مني جرب تجيب عارف فين قصدك ايه؟ هيجي لك البتاع اللي بتشتغل فدي استر ايج المفروض ان احنا هنعمل روكيت شيلد في حته معينه عشان نعمل روكيت شيلد في اي حاجه. دي جليتش لسه موجوده لان هو كان موجود وشالوه. يعني هو كان موجود يعني الروكيت شيلد بواقي من بالظبط غلطات البرمجيه التقنيه. انا كده البرمجيه كانت خطا تقني يعني. انا جاي انا جاي انا جاي. خليك معايا زياد معايا سعد. هتخش تقف بالشيلد يا محمد. يا زياد يا تيفا ايوه تعال اقف بالشيلد. يلا خش اقف بالشيلد. تعال زياد خش اقف بالشيلد. خد بص هنلحق هنلحق عادي يلا بس خلاص. طب تقف في الشمعة يعني واقف قدام الشمعة وخلاص. كتاب يا حبايبي حطيتها. خد الكرونوري خد الكتاب. بس وطي صوت الشاشه. عارف ايه سر ال M19 هنا ده؟ خد انا عايز اشتري. انا عايز افكس للكتان. انا عايز افكس للكتان. هو انا هضرب الكي ان كده في اي حته. معايا كي ان وثندر ودينجي. اضرب كده في العيب. اضرب اضرب هنا اضرب هنا اضرب هنا اضرب هنا محمد. بقول لك ايه بقول لك ايه انا حاصل حاجه في جليتش كده لقيت ليه الارض طايره من الارض. انا ضربتها انا ضربتها. طب اجري يلا دور على البيض. يلا انت اشرب البيض هانت. بام بام بيض هانت حلو. البيض هانت ايج هانت مش ايستر ايج هانت. لا ايستر بيضه هانت. ايه ده عارف لو خدتها من المكان اللي في بالي. محدش بس يخلص الراوند اهم حاجه. اه يا ريت عشان هنخلصه واحد نملة وما لقيش واحد واخد لي البيضه ورايح يملى مع نفسه. استنانا واحده واحده. بام بام بارا بارا بام بام. انا كده بدات اتوغش لحد دلوقتي ما لقيتش بيضه. انا زهقت. خلاص انت لسه ما شفتش غير اول مكان. انت لغايه دلوقتي ما لقيتش بيضه. طب احنا معانا دي كتير اهو. مضحك قوي كوميديان قوي كوميديان جدا جدا جدا. ممكن على التفتيش ممكن. بيس يا مان بيس. ممكن ممكن لقيت بيضه هقول لكم واخدها برضه. دي الحد
مكانها فين؟ لقيتها فين؟ لقيتها فين؟ أقول لو لقيت. لو وخشتني يا جدع. اللي يلاقي يقول. وخشتني ويقول المكان. سر يا عم. داري على بطة البريد يا عم. داري على بطة البريد. انا حاسس ان هي اماكن معينه بس احنا اللي بنغلط وبنسمعها يا عامه اماكن معينه نفس المكان بس بقول لك بيتغير اول مره كده هو اماكن معينه بس بيتغيروا ممكن زي مكان ما جاش فيه خالص لو عايز زومبي معايا زومبي لا الاماكن اللي معايا دي بتتغير برضو يعني ما تلاقيش مثلا محدوده في وسط بيروك مش كده يعني هي اماكن معينه يبقى مثلا 9 اماكن يظهر منهم 4 بس بام بام انا هدور في ريسبون ما مره لقيتها وسط الجبال وسط الجبال انا هدور في بيروك هي بتطلع صوت ولا لا المفروض طب انا اخر السوق بتطلع فيبريشن لا بتطلع لا دي مش بتطلع فيبريشن لا يا جدعان هو فين في فيروكت تاني غير اللمبتين الكبار لا في مكانين في فيروكت انا هدور في شانج انا دورت في شنجة بس دور انت تاني برضه يمكن تلاقي بقول لك نسكت خالص بس عشان نسمع الصوت صوت مين يا ابني ملاش صوت دي بيض ملاش صوت يا ابني لا ليها صوت لا ليها صوت بس ملهاش فايبريت صوت ايه صوت ازاي يعني ايه ده بقى عشان انا طلعت صوت من السماعة فانت كده هتوشوني هي بيبقى صوت عامل ازاي يا صوت بيضة بتتحرك كده كأن في كتكوت في بيضة هتفلس ايه ده؟ بعدين في بيدل هانت اللي مش هايس على خير ده البيدل هانت ده على فكره رخم قوي ابويا نايفر ارخم خطوه في ليه في اسم الله اهم حاجه الزومبي والله انت كشفتك يعني حد عايز الكتانه؟ لا فكر اجيبه بدل الكائن اصل مش هغير الدينجو ولا بالاباسيكون يعني ولا انا هغير الدينجو ولا الثاندر بانس لا البلد يا محمد بص يا محمد بيبقى عامل لا ما اصلا مش موجود على الجنب يعني لا مش ها انا سامع صوت تخبيط قوي ما هو صوت الفرعون تقريبا صوتها هو لا ده الفرن الباب انا هدور في تين انت متاكد من صوتها يا محمد استنى انا سامع صوت واحد سامعها قوي كويس سامعها اه ايه ده الجماعه الانابيب دي اللي يعرف يعني كان بيلعب كينو زمان ممكن يعرفني انا بيقول بيبقى محبوس جواها بني ادمين بني ادمين اللي هو الكرولرز دول ممكن تقعد تسكتوا هو خرج من البارتي ليه؟ النت عنده فصل لا ما حصلش فصل لانه رجع والله طب انا بعته انفيتيشن تاني ولا هيعرف يدخل؟ لا هيعرف لو انت بعته انفيتيشن الاول هيعرف هو تقريبا خرج عشان يسكت ممكن توطوا سنة ها انا هعلي الصوت كمان عشان اسمع ممكن
في صوت صويت في كيني. هو تيفا بيتحرك من مكانه اصلا؟ سمع صوت انها مش لاقيها خالص. لا في سي ما تشيل مايك عشان انت عندك صوت دوشة جامد. عايز ابعته هنا اهو. ده ايه يا عم ده مش ضغط البروك؟ صوت السويت مرعب قوي. انا قلت لها تبقى خاف على العالم. هو ربنا يغفر ويخرب. انا خايف من بروكت يا عم. صوت السويت مرعب قوي. هو احنا في ستيب نقصانا ولا احنا كده تمام؟ احنا في كده تمام. انا سامع صوت السويت من عندي هنا. بتاع ايه بروكت؟ انا في موب. ما هو موب فيها سويت. موب فيها سويت برضه؟ ده صوت الزومبي عامة. هو وراي. ابعد عني. روح بروكت، روح بروكت اسمع بقى. أنا كم يعني تلاقي ست بتصوت كأنها بتموت. عارف عارف. هو كيف دخل وخرج؟ معرفش. ده كل ده مفيهاش ولا واحدة. هو احنا نسينا نحط الكتاب. طب حطه فين؟ يلا يا زكي منك اللغة. انتوا عيال اذكياء بغباوة. واحنا لازم ننزل الارينا الاول؟ لا انتوا تحطوا الكتاب الاول. مين اللي في كينو يحطه؟ انا رايح كينو. هو واحد في كينو. كينو كينو. حطه على البتاع المذياع ده. ليه؟ يا زكي. على الايه؟ على الايه؟ اه على المنصة. وما انا كنت حطيته على المنصة. لا انت حطيته. يا جدعان في واحد فيكو عنده صوت مزعج. استنى. بقى ارجع ادور على البيت. انا. هو لو حد الزومبي بيخبطه يبقى هو محمد. اه. هو تيفا شكله خبيض. تأكد؟ من في واحد اسمه شانن بيبعت لي. اه شانن اهو اهو. كيف لقى بيضه وانا خدتها. طب ابعت له انفيتيشن للبارتي. ما هو يقدر يخش. دي الفكره. انا ماشي من فروكت. انا ماشي. انا غلطان اني جيت. انا اسف. انا اسف. انا غلطانه. كان انا مش... انا عشان كده رحت مشيت. انا حتى استخسرت ادور على البيضه. طب انا دلوقتي انا بص انا عارف اللي هيحصل. يا رب. ايه ده؟ يا نهار اسود. اصوات غير طبيعيه. والنبي تعالى اقف معايا. انا جاي يا عم. عايز ادور لو في بيضه ثانيه. بص انا خايف. دي روكت دي مرعبه بغباء. ايه ده؟ استنى اشغل لك مونتي يسليك. يا ابني انت كده عملت لي دوشه. انا اتحشرت. لا الحمد لله. هو فين تيفا؟ بص انا هبعت له واحمي ظهري. تيفا تيفا اهو. لازم اديكم ميوت على فكره. انا مش سامع منكم اي قرف. يعني مين ده؟ ليه؟ اللي ليه واحد عامل الصوت مش عارف عتيك وعندي يعني مسمعنا نفس الصوت اللي بسمعه عندي مرتين. هو في سي. هو حاجه قرف يعني. ماشي استحملوني ثواني بس عمال ما الاقي البيضه. انا هروح ادور لك على المايك خالص. حد تاني خد بيضة غيري؟ لا. الفكرة ان تيفا واقف وانا بقول واقف ليه؟ يمكن لقى بيضة. نزلت لقيته لقى بيضة فعلا. كنت واخدها.
هو مش عايز يدخل البارتي ليه؟ انا كل ما اجي اسمع صوت سويت. انا هبعت له تاني يا عم. اوعى تسيبني اموت. ليه؟ ثواني بقى. بعتله. انا مستنيكوا عشان املى فنجري. عايز اعرفها ده. ايه الزومبي جالي ليه؟ الزومبي جالي ازاي؟ خليه معاه. ليه كده؟ يا ابن العبيطة ده نط ورايا. انتوا ليه خلصتوا الراوند؟ انا نازل املى. طيب استنى. لا استنى لما كلنا نام. مش هضيع الزومبي ده على الفاضي يا عم. صح كده هنقتل يعني. انت بتفكر. ايه يا تيفا انت خرجت ليه؟ تيفا لا يا تيفا هو انت كان قصدك تديني البيضة ولا انت كنت عايز تاخدها وبتوريها لي؟ طب ما تيجي تملاها. طب انا مش لاقي البيضة بتاعتي. مش لاقي بيضة. وبيدور في فيروكت ارعب مكان. لا خليها ممكن. انا ببلى بالنايف عشان يجيلي فلوس اعمل بوكي بانش. انا مليت يا جدعان. خلاص انا مليت. طب خد ودور بقى. يلا مش عارفه اخدها. ما انا مش عارفه اخد الدوزه ليه. اصل يا بنت انا ماشي. طيب هنزل اشوف شانج. في كومنتات انا مش قادر اشوفها يعني. متاسف. طب تيفا انت اول بيضه لقيتها فين؟ اول بيضه لقيتها في شانج في النار. يعني احنا خلاص ما ندورش في شانج. انا هشوف لك المكان اللي هو بينك فود ايزن اللي هو بيبقى صندوق مرمي على الارض. انا عندي زومبي كتير قوي. ايه ده؟ طب في لاج. إيه في لاج و انت عندك لاج على فكره. انا عندي. هي غالبا هتبقى في شانجر لون المكان اللي بحط فيه الريوم مش في شانجر. انا في اوريجن. ما راح اوريجنز برضه. اوعى تاخد بيضه بالغلط عشان لو خدتها ممكن يحصل جليتش. انا سامع نبضات. اكيد هتبقى في الباكت اللي هنا. انا سامع نبضات. نبض نبض نبض. فين؟ اهي لقيتها في الباكت. طب انت فين؟ لا انا باخد الريون يا ابني. باخد الريون. الريون. انا جايلك. انت فين؟ استنى انت فين؟ هنا بالظبط. ده في الريون. في الريون مش البيضه. لا صوت نبض ده ريو. لا النبض هو اللي ليه كده. ليه؟ افتكرت مش اخر زومبي. طب تيفا انت حطيت انت خدت اليوم بتاعك ولا ايه؟ العلامه اللي بتاخدها من جيت وورد. طب تعالى جرب هنا في اورنج. انت جربت مش لاقي البيضه خالص. هو ايه اللي بيعمل فايبريشن ده؟ حاسس في بانزر ولا ده مرجوة ولا لا؟ هو في مرجوة. هو فين؟ هاته هاتهولي اهو. هاته ده انا هنفخه وربنا ننفخه. وسعه سيبهولي. وسعه بيضرب بويدات. وسع يا تيفا هتموت. ما مش انت متخيل انت فتحت التراب ليه؟ ده انا كنت هعدي منها. مين البنجال اللي شغل يا ابني؟ انا عديت من التراب. كنت هموت. انا عديت من التراب. ما اعرفش عديت منه ازاي. بقول لك يعدي الماركو كده. يعدي الماركو منه مش هيموت. انا عديت من تحت التراب بالعافيه. انا كنت انا عديت لقيت التراب في وشي. مين بقى الذكي اللي شغله؟ مش عارف. واحد من جالي كده شويه زياد دي.
عارف نفسه. ما تدوروا على البيضة يا جماعة، انتوا ليه كده ساكتين؟ انت انا غير مش هسمع اي حاجة بالصوت اللطيف اللي عن التيشي ده. ما فيش اصوات يا زيك، البيضة مطلعش اصوات. يا يا ده. يا تيفا 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 النبض ده بيعد ريون، لقيت الريون ولا لسه؟ طب تعالى انا عارف كل اماكن، تعالى 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 بس تعالى. حد بس يخلي اخر زومبي معايا ان انا بلاش. في زومبي كتير قوي، هو قال لك الزومبي بس بالراحه بالراحه، خد المكسايه دي. استنى يا صور للارمي حلوه قوي، انا نسيت انها معايا الارمي اصلا. لو ينزل لا اوف، انا كنت داخل في الكابوم راشق دي، كنت خلاص انا كنت تحتها اصلا، ما اعرفش ازاي خدتهاش. طب اخدها وخلاص اجيب لها بوينتات. لا لا اضربوا اضربوا الويدز واين بره. انا معايا 3 ويدز واين. تعالى يا تيفا انا في اورجن. حد قال البيضه اللي في اورجن؟ طيب تعالى انا في اورجن هوريك المكان اللي اتحط فيه اليوم. حد معاه زومبيز؟ اوعى يا زياد تموت ال اوعى اوعى الزومبي وراه، ما تقتلوهوش. انا الزومبي ولا ميت؟ هنا تعالى يا تيفا تعالى دور هنا في الحته دي، في نبض؟ في نبض ولا لا؟ ما هي فيها ما فيش. طب خدها يلا خدها يلا. انا مش لاقيها خالص. انا بدور معايا يعني، ما لقيتش اي حاجه. انا داخل عند تكافاش الدنجي، انا سبتش حتى ما دورتش فيها، ممكن يكون جليتش وما عملتش سبون. يا جماعه دوروا معانا، انا لو لقيتها هاخدها واملاها واديها لك. لا ما ينفعش، لا عشان ما يحصلش جليتش. فانا لسه عم بكفنش يا عم. هو في حد خد وقت؟ انتوا خدتوا فيروكت وشانج صح؟ لا امال ايه؟ شانجر لو لا شانجر لو الحته الثانيه مش دير ايزن اللي هي بريمس. تمام شانجر لو بريمس عشان انت جبان مش عارف تنقط في دروبت وبتصوت بالصوصه وتقول يا مامي يا مامي انت فاكر عارف دروب جاي جاي. عارف لو ما لو طلع انا كده دورت تقريبا فيه. تقريبا قتلنا 100 زومبي بال الارمي ولا فكره المكان ده انا دورت فيه اللي انت واقف فيه ده. انا هجرب اعمل ابجريد الارمي لما خلصته هقول. ما هو بيطلع واحده واحده طبعا. ايه ده انا ما كنتش شايفها خالص. طب يلا انا مش هعملها غير لما يلاقي هو بتاع حد يحكي في ارمي تعملها ابجريد ولا لا. تعملها تعملها ها. يلا بقى بس دوروا على البيضه الاخيره ل لتيل ل لزياد. زياد طب روح انت املى بس قبل ما ادور انا جالي جليت يعني احنا جالي لك فجاه كده. روح انت بس دور يا محمد. اه شوف له تقريبا عارف هو كده فاضل ايه. ايه المكان كده اللي لسه الناس فيه مش موجوده هنا؟ لا اوريجينز ريسبون. هو في ريسبون اصلا ولا ريسبون دي بيبقى فيها ريون بس؟ اه لا في ريسبون. هو مفيش غير اوريجينز حاليا. بتاعت اوريجينز بتبقى فين؟ معرفش، شوفوا على اليوتيوب. عم ايه ده؟ هتقرف. الصوت مرعب قوي. بس برضه طول ما كانش في صوت كده. اديكوا نصيتوا لي الشاي بلبن. ده والله ذنبه في رقبتكم. وربنا لو اتدلع عليا هحملكم مسؤوليه
انا ما بحبش اشربه ساعة يعني. انا لابس تيشيرت ابيض ماسك الكنترول بنطلون ابيض. اهي اهي البيضة. تعالى يا زياد تعالى موب اوف ذا ديد. انت ماشي جيلك. استنى عايز اجرب حاجة كده. انا شفت لايف ستريم لجليتش من سمين الصبح كان بتحاول تعمل ابجريد للفاتنة. ايه؟ خلوا الزوم معايا. ابجريد للفاتنة. ايه ده؟ الشيل. تعالى يا زياد موب اوف ذا ديد. يعني فيها اهو انت فين؟ تعالى تحت تحت عند الكوربشن انجن. تعالى عند الكوربشن انجن خلي بالك ما تقتلش الزومبي. كده ما موت يا حبيبي. انزل اهي شايفها؟ اهي اهي اهي. خش اهي تعالى اهي اهي. خش واملي. انتوا لقيتوها فين يا اهي؟ لقيتوها فين؟ فين بقى الصوت ده؟ خدها خدها يلا يا زياد خدها يا زياد. انا عايز اسمع الصوت. مفيش اصوات. يلا 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 يا زياد نجمع. ما موجود اقعد ادور انا بقى. اه بتدور ليه لا ربنا. ما تيجوا تساعدونا طيب تقفوا معانا بس كده احنا جايين كلنا. ما انتوا مالك. بصوا الشعرايه دي متاخده دي متاخده معموله ودي متاخده. اعملوا دي ودي. طيب انا هعمل هنا ومحمد تعالى هنا. ما ينفعش تحط هنا. معموله معموله. تعالى هنا يا زياد اعمل هنا معموله. تعالى يا زياد بسرعه يا ابني انت انت سايب. انا عملت ريباك للكائن. اه حد يعمل باكافانس للكائن بس باك مفيش ريباك باك بس. انا معايا كائن يا عم يا اعمل له باك بس. طيب اه سيبوهولي سيبوهولي. انا عايز انا عايز انا عايز. ما عملتوش ابجريد لل للليل؟ انا مش قلت لك تعملها ابجريد ولا لا؟ قلت لي اه ولا انت اي كلام وخلاص؟ انا ما جربتش اساسا. انا شايف ايه ده مارجو بتزق يعني مارجو بتزق من ثاندر جان. طب يلا يا زياد املوا بالليل ارني املوا بالليل ارني بسرعه. ارمي انت يا محمد ارمي ارمي انجز انجز انجز. انا مليتها اساسا. زياد يقتل. انا مليتها انا مليتها يلا خلصوا خلصوا. بس عشان احذف ارمي محدش يموت عشان اعمل لها ابجريد. احذف سايبر. طب يلا يا زياد تعالى خد الريون خد الجيت وورم سيبه اخر زومبي. تعالى خد الجيت وورم يا زياد. جاي 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 يا جدعان ثانيه انا سيبه اخر زومبي. والله اهو اخذتها خدتها. طب يلا تعالى ورايا ندور مع بعض. تعالى تعالى يا زياد. هو انتوا لقيتوهم فين وفين؟ استنى لقيتوهم فين وفين؟ ممكن محدش يموت بلاش بقى يعني. انا مش حادف الارض فراغ والله ما حادفها فراغ. انا عايز اعمل لها ابجريد. انتوا خدتوها منين ومنين؟ ريون إيه؟ تعالى تعالى هقول لك تعمل ايه. تعالى 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 خدت ريون منين ومنين عشان نروح احنا مكان جديد. تعالى بس تعالى تعالى اقول لك تعمل فين. تعالى انزل دير ايزل في نبض هنا انت او زياد. لا زياد عندك نبض هنا؟ هو النبض ده بسمعه في السماعه صح؟ في نبض في الكنترولر فايبريشن؟ لا لا خلاص تعالى تعالى عشان نجيب له الكين فورت فورت الكين فورت فورت طلع اوبي واحنا مش واخدين بالنا. بتاعتي جبتها فين؟ طب تعالى انت في شنجة يا زياد. تعالى انت يا زياد. انا جبتها من زياد. افوكو كونفيرس بقت مستفزه قوي. ايوه هروح انا اعمل له ابجريد بقى للارض. في حاجه هنا يا زياد؟ الارض في نبض هنا؟ لا طب تعالى السبوت. طب ضرب حطها يمكن انت ما عندكش فايبريشن. اضرب بالسلاح شوف بيطلع فايبريشن. طب تعالى ننط يلا تعالى ننط. طب تعالى تعالى تعالى. ايه ده في اف بي اس لاج. طب تعالى تعالى. الريسبون ما فيهاش. الريسبون انا خدتها. انا استنى نروح اوريجينز. اوريجينز انا اديتها لتي كفر ثانيه. خليكم معايا ثانيه خليكم معايا كفر. موضوع اي زومبي يجي تيفا خلي معاك اخر زومبي. لا لاج لاج لا لا كونكشن انترابتد. كونكشن يا لهوي يا تيل جالنا كونكشن انترابتد.
حد يحذف للارم جوه هنا في الشباك ده واحده بس انا عملت اثنين. سيب اخر زومبي معاك يا تيفا انجز يا محمد احذفه جوه لما تيفا يسيب اخر زومبي معاه معلش يا عم انجز بس في كتير اصلا انجز جد؟ احذف واحده على الارض احذف واحده على الارض يا جميلة في ايه؟ عايزين نقتل كم واحد كمان؟ يلا بس ندور على ريون تيفا خلي معاك اخر زومبي تعالى يا زياد. ثانية ثانية تعالى تعالى خليكم معايا ثانية خليكم معايا لا تعالى انا عارفة اماكنهم كاملة طب تعالى يا عم تعالى ورانا ايه؟ تعالى انت ورايا يا حبيبي تعالى شوف هنا تعالى اضربوا الويدوز واين برا ها تعال حاجز هنا تعال مفيش حاجه بتبقى هنا تعال طب تعال تعال يا تيف تعال تقف على فكره في ايه هنا في هنا تعالوا في روكت ولا في هنا تعال 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 يا زياد تعال يا زياد لا تعال. طب تعال في مكان او اثنين في روكت جربت هي اللي فيها كل حاجة فيها كل يعني فيها كل حاجة يلا فيرو انت عارف مكان يا محمد؟ لا تعال احتياط انا عارفهم بس تعال. برضو خلينا مع بعض اكيد في فايبريشن هنا المفروض ايه ده؟ يعني بتاعتي بقت حمرا ليه؟ مفيش حاجة شادو مان ايه ده؟ ايه؟ هنا في حاجة؟ لا حاجة هنا طب تعال تعال بنجرب دوس الجيم في الفايبريشن عندك اوف يا حبيبي ما انا طالما انا بضرب السحب وبيحصل يبقى شغال طب تعال طب اطلعوا فوق اطلعوا فوق هتلاقوا اكيد واحدة فوق لفوا الماب كلها واضربوا الويز زوين اللي معاكم بره انت دورت في انا دايما بيجيلي اماكن يعني دور يا طب انت عملت بتاعتك يا محمد؟ انا عملتها عملتها فين؟ في مش فاهم في بروكت يعني؟ لا في بريمس تماثيل بريمس اه صح ربع ساعة يا عم تعالى في اي حاجه هنا لا تعال انزل كده هنا انزل هنا حاسب عشان تفهم اخر زومبي هنا اوعى اوعى يضرب ويدوز واين ولا حاجه طب تعالى يا زياد تعالى يا زياد ورايا تعالى في واحد هنا تعالى روح الدرع ايزن عند الهرم الهرم بتاع الدرع تعالى بص هنا تعالى هنا ما دورت لهم ما كانش هناك اي صوت تعالى اه هنا هنا لا 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 ده حصل حاجة زي جلتش كده استنى كده برضه استنى طب روح كده بريمس يمكن اتنين في بريمس تعالى بريمس احنا واخدين الفاير واللايت واللايتنينج فاضل لنا ايه؟ لا احنا ما خدناش اللايتنينج اللايتنينج لسه قول في ايه يا عم؟ اللايتنينج متاخد لا اللايتنينج هو اللي مش متاخد لا رابع واحد ده اللايتنينج اللايت هو اللي مش متفاهم رابع واحد ده اللايت رابع واحد اللايت يا ابني رابع واحد اللايتنينج رابع واحد اللايت العادي النور هتوهني ليه بقى يا ابني انا حافظهم انت ماشي كل ياخد اكتر تيست وفينك صف قبل ما ينزل اللي يجي له واحنا لسه جبناها اساسا ايوه بقول لما نيجي ننزل يا زياد لف بقى في فانوس هنا ما فيش اي حاجه سمعتوا اصوات اه اصوات ايه صوت الواد اللي سائل دكتور مونتي ده على فكره حصلت قبل كده واللي كان مش لاقيها خرج من الجيم وانا خدت الجيت ورم بداله وجبتها ودخل تاني ايه
دور لو ما لقيتهاش خالص، دور لو ما لقيتهاش خالص تخرج من الجيم، اجيب انا الجيت ورم وتدخل تاني. استنى ست تعالى بس سيب السلاح على الترابيزه قبل ما تخرج. سيب السلاح. لا كي ان ايه ده طبعا. رحنا ايوه. طب تعالى جرب كده. دور هنا، تعالى دور في السبون برضو. لا مفيش اي حاجه. تعالى هنا. طيب دور هنا اكيد في مكان. سامع حاجه هنا؟ تعالى ازاي يا الزومبي حاسس. ثانيه كده اشوف المكان اللي قبليه. لا طب يلا بقى اتصرفوا. حاضر دور اطلع. طيب سي. لا لا استنى. راح ورايا تاني. زياد راح فين اصلا؟ وراه. اوف. لا ده انا جاي اخد الزهات عادي. تعالى فكر كان المفروض ندخل بالكين من غير اتاتشمنتس خالص. مش مربع؟ مش مربع كده. مش مربع وانا منش من هنا؟ اه لا ولا اي حاجه. طب تعالى كده. هو بعد ما يطلع بيحصل ايه يا محمد؟ الجيت ورم بتاعته بترجع في مكانها ولا بندور على البيضه من الاول؟ هذا هو بيطلع بنروح ناخد الجيت ورم. روح انت خدها او سيبنا ناخدها والف بيها تاني. هندور في الماب كلها دلوقتي لو ما لقيناش هيضطروا يطلعوا. انت مسميها ايستر ايج يعني؟ دي غلط اصلا. طب تعالى كده. هو هنا؟ ما لففته شنج. طب استنى نجرب نلف الشنج تاني. قبلها نتاكد من حاجه بس كده. دوروا في فيروكت. فيروكت المكان الوحيد اللي احنا ما جبناش منه حاجه. ما فيروكت. لا احنا ما انت. لا البيضة بتاعته. البيضة انها مش الريون. احنا دورنا احنا قلبنا فيروكت كاملة اصلا. لسه كنا ندور دلوقتي. تعالى انت بتعمل ايه؟ يا زياد تعالى. ايوه ايه ده انا سرحت خالص. ايه ده انا نمت يا رهوي. على فكرة انت لو هتخرج من الجيم وتخش تاني اعمل كروز ابلكيشن ما تنساش. ركز اول في فايبريشن هنا. جرب حط هنا كده دوس. افضل سبام سبام سبام. ولا هنا هنا. كرسي الاعدام. كرسي الاعدام ده اللي هو فين بالظبط؟ انا ما اعرفش ايه كرسي الاعدام. عم كرسي الاعدام يا عم. كرسي الاعدام كان فوق كان اللي هي الحيطة ده. الحيطة اللي في الريتشوال في الآخر دي. دور. تعالى دور في بريمس كده. ده كان في على السطح. بقول اقفل اللعبة. ماشي هو السطح مش موجود هنا. جرب جرب. النار دي والنار دي وجرب هنا. جايلك.
محدش يقتل الزومبي بس. ايه ده؟ اه هو جابوه هنا مع المحفظة اتشقلبت. ايه ده؟ الزومبي جالنا، الزومبي جالنا، الزومبي جالنا من تحت الارض. ممكن تكون موجودة في نخت مثلا. نخت؟ ما ظنش، ما ظنش فيش حاجة تنزل نخت. طب تعال، اصل النخت ما بيتلقاش فيها حاجة المفروض. طب تعال تعال. يخرج وبلاش بلاش انت تاخده يا عمر عشان انت الهوست. خلينا يعني انت الهوست، انت الهوست، فلو حصل جليتش معاك تاني ما لقيناهاش انت تقدرش تخرج وتدخل، انا اقدر اخرج. هو انت عامل، هو انت عامل بتاعه الترابيزه؟ انت متاكد؟ اه انا شايف الترابيزه بتطلع. اه لا مش عاملها، مش عاملها، استنى لما اعملها. طيب بقى عشان ابقى اسيب السلاح. اما نسيب تومي وجاي تومي جاي يقول باي. اه دير ايزن، يبقى ده الجيم اللي فات عنك وقت. لقيتش حاجة زيادة هنا؟ طب استنى ما تعملش كلوز يا زياد، حط سلاح واعمل. استنى استنى لما اعمل لك الترابيزة. انا زياد بيغسل. هو انت هتخش البوس فايت هتفوق على طول. ادي بقى فايدة النظرة انك تبيه. طب ما بقول هناخد فينيكس اب واكتر تيست واحنا نازلين. مع انه بس ما بتقومكش. هنعملوا الجليتش بتاعت عايزين نير ديث. اه عايزين نير ديث. انا هحاول اطلع لزياد ايموليشن واخليها معايا. زياد عندي اوي 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 جتنا عشان ايموليشن ليكويديشن. اعمل كلوز ابلكيشن يا زياد بعد ما حاول يطلع لك على طول بتاع الترابيزه. الترابيزه لسه ما جاتش. طب ماشي عايزين ننجز بقى. انا اللي هاخد الثمن كتير لان انا عارف الاماكن كلها. انا عارفها وسيبهولي. هو احتمال انا ومحمد اصلا الوحيدين اللي هنتبقى الصراع. اه هنتبقى اللي هو كله عامل التشالنج بتاعت ماكسام ولا انا وانا والتاني ده بس؟ مش عارف صح بتعملها ولا لا. تشالنج الماكسام اللي هي الخضرا. تعالى شوفها كده، هاخدها الزوم. ما ينفعش البافي. خمسة زومبي بكل تراب في الارض. خمسة زومبي بكل تراب؟ كل تراب. عندك التراب اللي في روك، وعندك التراب اللي هو بيلف في اوريجنز، وعندك ال الفات اربعة اصلا. تراب اوريجنز وتراب روك. خليك هنا زيادة عشان تحط السلاح. ايه اهم سلاح معاك يا زياد؟ بينفاك. وايه تاني؟ ويفل وفين في. انت ازاي عايش؟ وما قلتش من الاول ليه عشان نطلع لك ايموليشن تانية احلى. انا طلعت لك ايموليشن عامة يا زياد، يعني انت هتخرج. ده في كلمة ناقصة، في حاجة بايظة. طلعت الكاميك واديك الايموليشن. يا عم مش فايق خالص. انا بجيب جهاز. انت عملتها غلط ولا يا محمد؟ اه عملتها غلط. واحد عملتها غلط. انا هصحح غلطتي دلوقتي. طب
بص لو اتفرجت انا هدخل هبقى انا وعمر لوحدي. دلوقتي طب استنى عشان انت 16 دقيقه. طب انت معاك شريحه؟ طيب في التالي حط له الدينجو. حط له الدينجو على الترابيزه. اهي الترابيزه جت. ما تحطش انت بقى يا زياد. طب ايه استنى انا استفاد ايه لو هو حطهم دلوقتي؟ طب ما يستنى. طيب انا احط كيان واقفل اللعبه بسرعه وصحه بعد كده اخده بعد كده يحط لي الدينجو هو كمان. وجهه نظر. طب اعمل كذا ابلكيشن يعني. حط في انا فلوس زومبي واللي بيحد ياخد الزومبي. هو الزومبي فين اصلا؟ حط الدينجو وانا كلوز. حط في ان انا كلوز. يلا انا رايح على بص يكون اخد ال عملت كلوز؟ اه اخليه موت. هو كسرك الشيلد بسرعه كده ازاي؟ يا ابن الكلب ايه الالكتريك طب احسب الالكتريك شيري بتاعته اول ما هو مات الزومبي اتكهرب بس ما ماتش. لما يخرج من الجيم ما تاخدش الجيت وورم اكيد. انت معاك اي سلاح باك ولا لا؟ معاه دينجي. هعمل لك انفايت يا زياد. تمام انا خدت الجيت وورم. انا بعمل له انفايت. حد ياخد الزومبي لان انا بعمل له انفايت. روح يا تيفا معاه. اه بلاش فيرنس ماشي يا جدعان. في ايه؟ تعالوا خد الزومبي. انا بلف. انا جاي در ايزن. هو فين زياد دي؟ انت ظاهر لي يا زياد. هات لي الريسنت بلاير عشان اعمل نفسي اوف لاين. اه صح. طب استنى اطلع في الجليتش يا بنت. طب تعالى خد الزومبي. طيب عشان الجليتش مش عارف اطلعها دلوقتي. خلي معايا. خلي معاك لو راح منك قول. يلا عملت لك انفايت ومعايا ايموليشن. خش جيب على طول البركهوليك يا زياد وانا احط لك الايموليشن. ما هيبقى معاه دينجو يا عم انت طماع عليك. هيبقى معاه دينجو وكئن. ايوه بتركهالك عشان الحاجات اللي هي الجوج دبل الكلام ده ويجيب الكتانة. لازم تخلص الراوند عشان انا مسؤول. انا عارف. هو احنا بس هنخلي محمد يحط ال انت خدت الجيت ورم يا محمد؟ خدتها بس ما تخلصوش الراوند الا لما اجيب الريو. ارمي الوز بتاعتك. انت دخلت يا زياد ولا لسه؟ لا لسه بعمل جوين. استنى كان اضطر نخلص الراوند عشان ندخله. ايوه ما انت اعمل بس بتاع الاول اهي. حطها يا ابني. انت ازاي ما لقيتهاش يا ابني؟ هي كانت فين؟ كانت هنا عند ال عند فيروكت. فيروكت اللي انا قلت لكم عند بتاع زيتسو ونوشيما الانابيب بتاع زيتسو. عرفت انا كده. استنى انا جالك فيروك انت مش عارف تشرح. انا بيب زيتسبو يا ابني. ايوه عند الكي ان 44. اه انهي الراوند؟ استنى استنى ما عملتش سبون لسه. انا ما عملتش سبون. استنى ما انت الليفل بتاعك باين. لا يعني اللي هو لسه. لا استنى لسه ما يعني ما عملتش. اه أول ما تعمل أقول لك. أنا زومبي معايا. خلصوا خلصوا خلصوا. ده نزل جنبي بالميلي. يلا روح طلع في الملك. أه. روح طلع. استنى 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 يجي ياخد السلاح بتاعي. طلعله في الكهوليك. طلعله في الكهوليك. كويس. تعالى تعالى خد سلاح. خد الكي إن وبعد كده هو يحط لك الدينجي. بعد كده خد ال بعد كده هشغل لك ايموليشن. انجزوا بسرعه هموت. مين ابن المحظوظ اللي معاه رقم برضه؟ ايه ده يا جدعان؟ ايه كل ده؟ يلا حط الدينجو. ايه الدينجو؟ عايز اخد الدينجو. اخدته. معاك سلاحين ايه؟ معاك 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 ايه؟ معاك
انا هحطلك ال هحطلك الكي ان بتاعي. اه انت معاك كي ان. حاول تجيبه نير ديس بقى عشان ننزل بوست تايم. خد الرنر بتاعتك. اه حاضر نسيب اخر واحد في الراوند وهدخل. طب استنى خليك في البارتي عشان يخش لنا. احنا عشان نكبرك الحبه. يا شيخ بقول لك ايه، ما تحط لي السلاح اللي انت ماسكه فيه ده. انا ببعت له. انا هعمل تريل، هعمل تريل واسع واسع واسع، هعمل تريل. اطلع خد شيلد وقول. يعني هعمل تريل وانت تيجي تموت. روح افتح ميستري بفلوسك يا زياد او تاخد الكتانة. ايه رايك؟ اخد الكتانة هنا معلومة. هيجيلك السلاح باك بانشد من الميستري اساسا. هيجيلك السلاح باك بانشد. مش محتاج حاجة تانية يعني، انا معايا اسلحة. انا عايز افتح الميستري افضل ابدل، ولو كل ما يطلع لي سلاح اخده بدل الكي ان لحد ما يطلع لي الراجناروك. لما يطلع لي الراجناروك هروح اشتري الكي ان وول باي وهيجيلي باك بانشد اصلا. ليه كنت دبنيا متالتة؟ معذور. طب يلا يا ابن القرحة من اول سبين. طب على فكرة انا بتخانق وعايز ادخل بوست فايت على طول. انا بعت الهيمة ده وما دخلش. لو ما دخلش هغلط. بالا انتوا خلصتوا راوند ليه؟ مش انا انت شايفني عمال اعمل وراوند في امان الله. انت يا كذب. طب الميستري فين بقى؟ مش هتخنقش. في كيني. يعني هو اتنقل من دير ايزن لكيني. سبحان الخلاق. احنا عايزين محسنة كده قبل ما ننزل. حاولوا تجيبوا افتر فيست كل راوند. انا معايا تشالنجر ماكس يا ابني. يا ابني انا معايا تشالنجر ماكس. يا ابني خلي معاك فلوس عشان تجيب ال افتر فيست. انا عارف عارف. طب حد يجي يعمل لي كفر. انا في ماكس يا تحت، في ماكس يا تحت، تعال خد جالي ري جن. في ماكس تعال خد. طب حد يجي يكفرني انا بموت. ايوه يا هيما بس تيجي معانا الايستر ايج. خش لنا عشان تعمل الايستر ايج. كفر في كينو انا هموت، بموت في كينو وربنا بموت. هحذف ليه الارض يخلص لكم الجيم. انا بقول احذف احذف براحتك. ابعت لك انفيتيشن يا هيما تيجي ولا مش عايز تيجي؟ ناوي ايه؟ ماشي خلاص. هو بس عشان انا خلاص عامة يا هيما احنا داخلين على البوش فايت، يعني لو عايز تخش. على فكرة انا مشغل ايموليشن اللي عايز. انا خدت التومي. ايه سيب اخر واحد يا زياد بطل اطلع على الفاضي. عمال يطلع لي هي ميكا. اخر واحد معاك لان انا موجود اللي عندي. انا مش عارف ازاي مش عارف اخش البوس فايت طول ما في لاج بس. يا مين المتحلف اللي خدها؟ زياد يعني اقفل الجيم يعني؟ ده اللي انت عايزه؟ لا يا عم ايه جنب مرتين حرام؟ ده ما بتطلعليش في العوايد. ايه؟ سيبوا اخر دبانه بقى ننزل الراوند دي. راجناروك بس خلصانه. انا راح اشتري كي ان. هو ده اللي انا كنت عايزه من بدري. عم فكر اخلي الري جان معايا ما اعرفش ليه. صعبان عليا نفسي ان انا دي شكلها فينيكس اب. اخد فينيكس اب ولا لا؟ فينيكس اب ولا لا؟ خدها خدها خدها. خدتها وافتح تاني برضه يمكن يجي لك افتر تيست اهم.
يا راجل يعني هاخد فينيكس اوف واجيب اكتر تيست. انت ما عادي ازاي؟ لو جات لك ممكن ما تجيب. انا جبت النير دانس يلا بينا، انا جبت النير دانس يلا بينا يلا بينا. سيب اخر بس فراشة فراشة ده لي انجلش يا عم. انا عندي فيروس خلاص بس الراوند خلاص. انا هموت فيروس، انا جالي اكتر تيست الفيروس ماشي، انا جالي اكتر. يلا يلا يا زيد حاول تجيب افتر او نير ديس. انا معايا فينيكس احتياط افتر او نير ديس. يا حبيبي ما قلت لك جالي نير ديس يلا بينا. يلا ما خليتنا اجيب افتر ليه. زياد دخل احسن من الاول يعني، دخل باسلحه عمر ما كان يتخيلها. ثانيه هجيب لكم تشالنج الماكس قبل ما ننزل. احنا معانا امو اساسا. محمد معاك كام ارض؟ معاك كام ارض يا محمد؟ خلاص احنا قربنا نخلص، قربنا نخلص. يا محمد معاك كام ارني؟ معايا 3 انا جاهز بس مش معمول له. طب هعمل ابجريد ماشي، ارميهم كلهم يعني. انا لسه هطلع تشالنج الماكس امو بس ارميهم عادي لابوس ايدك ماشي. احنا معناش غير ماكس واحد. هو انا ليه تهت ومش لاقي كي ان 44 فجأة كده؟ اس فجأة اتوه على كي ان 44. انت جاي بتعمل ايه هنا؟ روح يا ابني اعمل ابجريد الارم يا ابني. يا عم يا انا مش لاقي كين 44 ليه؟ المفروض كان هنا بقى، المفروض اهو. صعبان عليا وانا بغير ريجن. بس شكلها كان حلو الصراحه. انا كل اسلحتي خضرا ليه؟ يا اما هو انا كنت انا بجري طلقه مع القتالة سريع. جرب بقى، جرب تلطش الزومبي اخرك مثلا لحد راوند 50 ولا حاجة من خبطة واحدة. معاك دبل تاب مثلا او ويدز واين هتبقى 100. القتالة كلهم جبتهم كلهم. طب احدف واحدة في الارض. انا معيش جبتهم كلهم. طب مش مشكلة نجرب في البوس فايت. نروح في داهية هناك. مش مشكلة يعني، احنا المهم ان احنا معانا ارم زين. المهم ان هلعب بالكين 44 في البوس فايت اساسا. لا مش البوس فايت كله، انت هتلعب بالابوت كونسيرفانت وانا هقرا الكتاب. ماشي يعني انت مش هتقتل ده مش البوس فايت. تيجي نجرب دلوقتي. انا لو عايش لوحدي ومنفصل النت على طول عشان انا هموت عشان عندي باج. انت معاك نير بيت طيب ولا لا؟ معايا. بس سهل. وانا واخد فينيكس اب بس قشطه طيب. لا ما يعني لو اتزنقت قوي هستخدم لكم فينيكس اب. ما تخافش انا محمد معانا الثندر ولا بالبالة. يلا يا زياد، يلا يا زياد، يلا زياد. اصلا زياد ورايا. يا رب يا رب. لا ده انا اقف عند البتاع ده بقى احسن، الاقي البتاع انفصل او مش قادر على طول. الحمد لله